يا ابو احمد وراكي مشاريب للرجال على حسابي على راسي اكيد لا والله مشاريب على حسابي انا لا يا ابو زهدي هلا ما فرقت بيناتنا يا جماعه ولو نحن جمعناكم اليوم عشان لكم في واحد من شباب الحاره عمل شغله ما بيريد ربنا سبحانه وتعالى يعني شغله فيها نداله ونقاصه ومثل ما بتعرفوا طول عمرها حارتنا عيله واحده وايد واحده مشان هيك نحن قلعنا من الحارة. السلام عليكم. أهلا يا بلجي. لك شو في بالقهوة شو في؟ عزيمة. شو الحكي؟ لك ايه. عزيمة عزيمة؟ لك ايه عزيمة. يعني ببلاش؟ لك ايه ببلاش. يعني أكل وهيك شغلات؟ لك لا مو أكل، قهوة هي، مشاريب بس. مشاريب؟ ايه. مشاريب ببلاش. ايه. معيتك لكان. صب لنا طاسة رئيسوس. إيه لا عمي ما حذرت، جوا ببلاش هون بمصاري. شو الحكي؟ آه. أنا أصلا ما بطير للرئيسوس حبيب قلبي. أنا. ومين هذا الواطي مختار؟ تحسين ابن عمه لأبوادها. حرام يكون من بيت عياش الواطي. وحرام يكون أبوادها مشاهر أولاد عمه. هذا تحسين اللي كان يقعد بالقهوة ويتبوجها انه عمامه ولاد عمامه اكلين له حقه وحق ابوه من قبل منه. اي نعم هيك كان يحكي وانا سمعته اكثر من مره. واللي بعرفه انه عمامه ولاد عمامه مفضلين عليه من راسه لاساسه. وهلا ابو ادهم جمعكم مشان احكي لكم قصه حمدي ابوه لتحسين الله يرحمه من طقطق للسلام عليكم. تفضل ابو ادهم شرف. والله يا جماعه الخير هالقصه اللي بدي احكيها ما فكرت بحياتي اني احكيها لمخلوق. بس تحسين بعمايله السودا والناقصة وازاني وجبرني اني احكي. هذا يا سيدي ابو تحسين الله يرحمه كان من خيرة الرجال والكبارية بيعرفوه منيح. اي نعم الله يرحمه كان من زينة الرجال. وكان متجوز وحدة مستورة من عيلتنا. ضل هو وياها شي 4-5 سنين ورب العالمين سبحانه وتعالى ما رزقه الضنا. قام طلقها وهش. وبعد كم سنة ما شفناه إلا راجع وأنا بتذكر هديك الساعة منيح. إيه أخي جوزت وهربتك من وين؟ آه من هنيك أخي. ليش ما جبتها معك؟ على المقلية بتتعرف على أهل جوزها. إن شاء الله أخي مشوار تاني. إن شاء الله جاك من أولاد. آه إيه جاني ولد أخي. شو سميته أخي؟ سميته تحسين. غريبة كنا نادي لك بعياش، ليش غيرت؟ أخي أمه حبيت تسميه تحسين. إن شاء الله يعيش ويربى بدلالك. يربى بعزك أخي. الله يبارك فيكم ويعزكم أخي. إيه سيدي، أنا جاي مشان بيع حصتي بالخان والطاحونة. شو عم بتقولها بتحسين؟ لك بيع حصتك من الخان والطاحونة؟ ليش من أمتى بيت عياش ببيع أملاكه؟ أخي أبو فهد، أنا متضايق على مصاريفي علي اليوم، وحقي وبدي بيعه، بقى إذا بدكم تشتروا أنتوا أقدم من الغريب. لك اخي نحن متضايقين هلا شوي، نصيحتي لك ما تبيع، خذ هالمبلغ جمعنا لك اياه بغيرتك من الخان والطاحونه، روح فك دقيقتك وهات حرمتك وابنك تعيش هون. ما بكفي اخي ما بكفي، المبلغ يلي انا بحاجته اكبر من هيك بكثير. ثاني يوم الصباح ولا جاي على الطاحونه وجايب معه زبون غريب. وكان وقتها رحمه الله عليه ابو لشاهر موجود هنيك. الله يرحمه تعيش وترحم. شو يا سيدي راسير حنقضيها هيك على اساس عزيمه؟ إيه ما شفنا شيء لهلا. ليش عم بتعكوا سيدي راسير؟ لكو عم نكد وما نشتري ها؟ ابو احمد ضيفه لابو نجيب ضيفه. ابراك عقيد. يا عيني عليك يا عقيد ها هذا حكي. وي احلى كان الشاي لابو نجيب. ان شاء الله يعيشوا الايديس ابو احمد. الله كتر خيرك. اللي ضايع عليكم سمعونا يا جماعة العقيد عم يحكي. قام عمي أبو شاهر وقتها قلع الزبون وقال له يا أخي نحن ما عنا شي للبيع، ميل درب طرياك والله معك. أخي ليش عم تقلعوا للزلمة؟ أنا بدي بيعه حصتي، أنت شو دخلك؟ يا أخي إذا بيوصل الدم للركب ما بنبيع شي نحن وما بندخل واحد غريب بيناتنا، فهمت ولا لا؟ روح أخي الله يسر لك روح. السلام عليكم. يعني لا بترحموني ولا بتخلوا رحمة الله تنزل علي. حقك رح تاخده على دوز بارة. إذا أنا وأخوك أبو فهد بنبيع تيابنا اللي لابسينهم ما بندخل واحد غريب بيناتنا. قديش بدك حق حصتك بالخان وبالطاحونة؟ أخي من الآخر بدي حق حصتي بالطاحونة 100 ذهب عصمي وبدي حق حصتي بالخان 60 ذهب. وهيك أخي أنا ما قصرت معكم بنوب وراعيتكم كتير. لا يا أخي الله يرضى عليك لا تراعينا بنوب.
المسا بتكون مصاريك بجيبتك. أمراح أبي رحمة الله عليه هو وأخوه وباعوا صيغة نسوانه وحطوهم فوق المصاري، طلعوا وقتها شي 120 ذهبي. حمل حاله عمي أبو شاهر رحمة الله عليه وراح لعند الأصيل ابن الأصيل وتدين منه 40 ذهبي. هل الحكي مزبوط ولا أنا غلطان أبو وضاح؟ يشهد علي ربي مزبوط. وعطوه حقه على دوس بارة وسافر، غبله وقتها شي. تفضل هاشم أفندي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال شوي عاوزة. اسمح لي يا مختار، مشغول شوية. عم قل لك عاوزة تعال شوي كرمالي بقى. تعال خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل 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 تفضل. كمل عبيد. أخذ كامل حقه ومشي. بعد شي 10-11 سنة ما شفناه إلا راجع، وكان معه حرمته وصبي صغير، يعني بجيله شي 10 سنين. اللي هو تحسين فابيك فيك بعد كل رزقك وجاي تبيع دارك كمان؟ لك إذا صار لك شي بلاد الغربة ابنك هاد وين بدي يروح؟ وين بدي يروح؟ يفلك بالحوائي رزقك؟ لك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. يا أبو فهد، زلمة بدي يبيع بيته، أنتوا ليش متضايقين؟ أنت اسكتي ولا تتدخلي ولا تعدي معنا بنوب. قومي شوفي الحريم، خلي يعطوك منديل تغطي شعرك فيه. يلا لشوف. من ايمتى حريمنا بتقعد مع رجاله وبتكشف وشها قدامهم؟ اي والله ما يقوم ابوك من قبره ويعرف بعمايلك ليقطعك شقف شقف. ولا مشاهير قاعدين؟ لا اخي، خليني اروح احسن لي. ثاني يوم درينا انه بايع البيت لهاشم افندي. لا تجيب سيرتي بنوبة. روق ابو خير وروق، ان شاء الله ما منجيب سيرتك الا بالخير. هي مالك حق فيها هاشم افندي، العقيد ما حكى شي بزعي. ورحنا انا وعمي وابي مشان رجع الرهبون لابو خير وقام طمص، ولهلا حامل علينا. وعليم الله اني بعزه لهالزلمه قد كل الدنيا. ايه سيدي، قام عمي رحمه الله عليه اخذ حق البيت وسافر هو وعيلته. وبعد شي سنتين ونص ما شفنا الا حربته راجعه هي وابنها. قلنا له خير؟ قال والله عمكم اعطاكم عمره باسطنبول. قلنا الله يرحمه لا حول ولا قوة إلا بالله. سكناها بهالبيت وصرنا نعيل فيهن، وأبي وأبو شاهر رحمة الله عليهم ضلوا يوصونا فيهن لحتى ماتوا. وهلا يا جماعة الخير بدي أسألوا لأبو خير سؤال. تفضل. يعني هالبيت لو كان منباع وين كان سكنوا؟ وهي قصة عمي أبو تحسين رحمة الله عليه حكيناها من أولها لآخرها، والمختار بيشهد على كل كلمة قلتها. اي نعم، يشهد علي ربي كل اللي حكاه ابو ادهم صار. عقيد بالله عليك، تحسين عمل له شي شغله غير العمل اللي عملها؟ اي والله يا فات، عمل شغله كبيره كتير وما حدا دري فيها هلا بنوب. شو هالعمله بقى؟ اسمع يا فات، انت مو بس ابن عمي، انت اخي وحبيبي وحامي ظهري، يعني انت انا. لك انا خدامك عقيد، بس اللي والله فورت لي دمي. العمله اللي عملها تحسين يا ابو فهد بدي اياها تضل تسر بيني وبينك، ما حدا يدرى فيها بنوب، لانه رح يجي يوم واخذ تاري من هالواطي. ما بدي اياك انت بالذات تقول قتل ابن عمه مشان شغله صغيره، بدي اياك تعرف هالشيء. اعوذ بالله عقيد، سرك كبير، بيعيش معي بيموت معي، بس اللي بقى شو عمل هذا الكلب؟ وصلت مواصيله لحرمتي يا فهد. شو؟ لحرمتك؟ يعني فيك تقول أمحى بس لساتها بالسنبلة. أم خيره ما عم بفهم عليكي، شو لا أمح ولا شعير وشو دخل أم صفوان بالموضوع؟ يا مو، هلأ أنتي رحتي تخطبي لي بنت أبو صفوان ولا بنت أبو وضاح؟ لك لا يا مو، شو بنت أم صفوان؟ أنا رحت أخطب لك بنت أم وضاح، بس أم صفوان هي وبنتها كانوا هونيك وهن شافونا ولزقوا ما عاد تحركوا إلا لما طلعنا نحن وياهم. هلأ المهم شفتي البنت؟ إيه شفتها لك. وشلون لقيتيها؟ إيه شو شلون، سبحان الذي خلقها مثل فلقة القمر. إيه ما تقول إلا غزال وشارد، إيه سبحان الذي خلقها على هالطول. ولا عيونها أم خيره، طولي بالك طولي بالك، قلنا لك شوفي البنت، ما قلنا لك توصفيها وتوصفي مفاتنها. الله يستر على حريمات الجميع يا رب. اي والله صحيح صحيح، معك حق، من فرحتي نسيت شو عم بحكي. صحيح يا مو، انت مو كنتي بدك تخطبي له لخيره زكيه بنت ام صفوان؟
بالله ليش انا ناقصني جدبان؟ بكفيني وحده. شو قصدك يا مو؟ يعني انا جدبه؟ لا حبيبتي تقبري قلبي، انا عم بمزح معي. اي والله انت عقلك بيوزن بلد. يا مو لا تنسيني، انا بدي اواعي جديده مشان عرس خيره. وانا كمان. اي طولوا بالكم، لسه ما صار شيء. بتعرف مرت عمك شو بتقلي عقيد؟ بتقلي روح الله يبعث لك بنت حلال مثل مرت ابن عمك ابو ادهم، فهم وذوق ودين واخلاق وما لا لا فوتي ولا طمعه. اي والله يا فهد معها حق. لك على بيت اهلها ما بتروح الا اذا انا جبرتها. قاعده لبيتها ولجوزها ولاولادها ولصلاتها وصيامها. الله يلعن الشيطان. لك تعرف لك مالي عين الا اللي ضربتها، اقسم بذات الله مالي عين. خلاص عقيد خلاص انسى هالقصه وقدنا ما كانت. المهم انك انت تكون رايق ومبسوط وانا رقبتي سداده. الله يبارك فيك يا فهد. لك صعيد ذكرت امور عقيد. شميت ريحة حكي بالحارة هيك انه اختك حرداني، مزبوط هالشي؟ ايه والله، وانت ما بتخبى عليك شي، هالحكي صحيح. معناتها ام عبدو ما لو حكيت لها لأم وضاحا روحتي لعند الشيخ جوهر، لانه لو حكيت لها كانت لمحت لي. قال كانت لمحت لي، ايه كانت قللت قيمتي. بس ان شاء الله ام عبدو تضل ساكتة. لازم اقطع الطريق عليها واخطب رويدة لصفوان، وقبل هيك لازم لف على ام خيره باين عم تدور على عروس لابنها، وهيك كون ضمنت عريسين لذكية الا ما يزبط واحد بيناتهم. لا فهد لا. وايمتى ناوي تخلص الجزا اللي عم جازيهم اياه؟ عم فكر اتركهم على الحالة شي شهر تاني. شو هالحكي؟ لك طالما الخبر انتشر بين اهل الحارة لازم ترجع عيب. انت هيك رأيك؟ اي نعم. لا من الشفيق منيح، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، حملوها الله يرضى عليكم وسلم. شو هالصوت؟ صوت شو معلم؟ شو هاد؟ لك لمين هالولاد؟ شو جاب هدول الولاد لهون؟ شبه الولاد فيهم شي؟ هدول الولاد إلك؟ إيه إيه إلي إلي. خالي ليش حاطتهم هون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصطفى تعا معي. لك يا خالي شلون هيك بتعمل؟ شلون بتترك الاولاد بين الخشب؟ ما بتخاف تقرصهم شي حيه شي اعربه لا سمح الله؟ شو بدي ساوي يا معلمي؟ شو بدي ساوي؟ وين بدي روح فيهم؟ بيت حماي زبطوا لي اياهم بخلقتي، وخالتي مرت ابي لاجل امهم ما بتحواهم. وابوك شو رايه؟ ابي؟ الله يعينه لابي. زلم كبير والحل والربط بايد مرته. خالي هلا بيت اهلك في ارض ديار واسعه؟ ايه مليحه ماشي حالها. طيب حرمتك شو طلباتها؟ يعني شو سبب الخلاف؟ أنا يا معلمي باخذ كرايي منك وبناوله كله لأبي، ما بقيم منه ولا برغوت. إيه؟ بتجي مرت أبي بتاخده منه كله، ومرتي بدها ياني أعطيه لأبي شي معلوم ونضب الباقي، وأنا يا معلمي واقع بين نارين، ويلي أبي وغضبه، ويلي مرتي اللي بدها تأمن حالها وتأمن أولادها بشي بيت يسترنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف خالي، صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأهلك، وانه رضا الوالدين واجب، بس طالما ابوك ما بيمون صار في حكي تاني خالي. ايه والله يا معلمي مو ماين على حاله، وخالتي مرت ابي عم تتحكم بمرتي وتشغلها مثل خدامه، وبتتنكوت فيها بالليل وبالنهار على طلبات ونق وسق. لا والانكى من هيك ما بيحلالها تكتر الطلبات غير وقت بيجي من شغلي، ويعني كلك مفهوميه معلمي. الواحد بحب يفوت هيك يرتاح هو ومرته على انفراد، يعني بالحلال. يعني حقك لك خالي حقك. هي ما بدها هيك، يعني لو بيطلع بإيدها تنيمني أنا بأوضة وهي بأوضة ما بتقصير. طيب خالتك مرت أبوك قدي عمرها؟ يعني بدك تقول بحيطان الأربعين. والوالد الله يمد بعمره؟ بزيدها بشي 20 سنة. خالي قوم هلأ خود الولاد لعند أبو صفوان، أنا شايفه مو كتير صاغ، وبطريقك بتمر أنت وديبه لعند أبو درويش الحلاب وبتجيب له الحليب بتشربه. خطي قوم عمي. أمرك معلمي.
اللي بيعيش يا ما بيشوف. قمر، قمر ومصور. عن جد وفيقة؟ ايه عن جد، لكان عم بمزح معي. غريبة، بعبرك ما سمعتيني هيك كلمة. ايه لأنك حليانة كتير هاليومين. تعرفي؟ ايه والله والله ما يشوفك صفوان ويشوف هالشعرات الحلوين ليطير عقله. وشلون بده يشوفني صفوان يعني؟ انتي عرفانة حالك شو عم تحكي؟ لك انا قصدي يعني انه اذا صار نصيب. نصيب؟ نصيب شو هاد اللي بده يصير؟ لك مشان الله بتمسكي الواحد على كلمة انتي التانية، ما حكيت شي انا. هي لا يا بعدي، هي مو حي الله كلمة. بعدين هذا الحكي لازم اهلي يعرفوا فيه. كرمال الله الويدا، شبكي انا ما قصدت شي، يعني قصدت انه بس نفرح فيكي. اسمعي وفيقة، هاد اخوكي، لا بقى تجيبيلي سيرته بنوب. خلاص خلاص ماشي، بس وطي صوتك. بعتلي 60,000 حمى ساعة فتت لعندك وحكيت هالكلمة. معقولة بيت عمي ابو صفوان يعملوها ويطلبوني من ابي قبل عمتي ام وضاح؟ دخيلك يا ربي، الله لا يقدر. وشو قالكم ابو صفوان؟ قال معهم حمو جوف، يعني باطنيتهم فيها حمو سخونه. واعطاهم دواء؟ اعطاهم تحويجه وقال انها بتفيد باذن الله. الله يعافيهم يا رب. جبتوا لهم حليب؟ جبت معي هلا وانا جاي. تعال امسك، بتاخذ هدول مصروف لحرمتك وللاولاد لشهر، واللي بيزيدوا بتخليهم معك. الله يديمك فوق راسنا ويخلينا اياك، والله فضلك مغرقني طول ما انا عايش. شهيرة! بك يا شهيرة! حاضر اخي. مو عيب عليك تارك امك تعصر بلدورات اللي قاعدة جوا بالاوضة؟ تقبرني يا مو، انا اللي ما خليتها. يا مو شو هي ما خليتها؟ انا كم مرة نبهت عليك قلت لك لا تشتغلي هالشغلات، هاي الشغلات مو منيحة عشان صحتك يا مو. لك يا مو انا صحتي منيحة والحمد لله. يا مو هذا الحكي مو مزبوط، بعدين انا بحب شغل شهيرة معدل ونظيف. اللي يا مو بدك تجي تتغدى؟ ايش كان بحطه بالطاحونة بيجي، لانه هالكم يوم صاير عم يغيب عن الطاحونه يترك عمر لحاله، وين عم بيروح ما بعرف. ليش يا مو؟ ابو حده في شيء؟ لا يا مو عين الله عليه، بس الزلمه شكله مشلوش بهالكم يوم، في شيء شاغله. امبارح اجى لعنده واحد على الطاحونه سلم عليه وقعد وياه وصاروا يوتوتوا، على شو عم يحكوا ما بعرف. بس شو قصدك؟ ليكون ابو حده ناوي؟ ما بعرف يا مو، العلم عند الله على شو ناوي الزلمه. يا مو شهير، ولازم الرعية. شو هالحكي؟ اي والله يا امي مثل ما حمل لك. لك الريحية يا امو، ريحية وشوفي شو بتشتهي جميلة. تقبر قلبي شو حلو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. فوتي ارتاحي يا اختي فوتي. يا لطيف يا رب استر، ليكون الزلمه ناوي فضايا القلوب. والله واحد. والله ما بصير، لازم تفضل تفضل. معلش يا حجي مستعجل شوي، بس جايك بغرض وبتمنى ما تفشلني فيه. انت غالي يا ابو الضاح وجايتك عزيزه على قلبي، واللي جاي فيه بتروح فيه ان شاء الله، وخسر شاربه واللي بده يفشله. مور ابنك يا حجي رجال ادمي وابن حلال، وحاطط مخافه الله بين عيونه، وكل طلبه انك ترضى عليه. الله يرضى عليه، والله بحياته ما زعلني. بس فهمان عليك حجي، فهمان عليك، نحن لازم نحط حد لهالمشاكل كلها. شو عليه يا ريت، والله كرهت حياتي مكثر المشاكل. طيب شو رأيك لك حجي، طالما أرض الديار عندك واسعة، نخلي ابنك أبو سطيف يعمل له غرفة بالجهة الشرقية من أرض الديار. يا حجي يا حجي. شو في يا أم سليم؟ تعال عاوزتك شوي. عند إذنك مختار. خود راحتك. والله والله ما بفوت هالبيت والسما زرقاء، سامع؟ يا عم سليم لا تفضحينا، جيت المختار لعنا ما لقليلة. ما بعرف ما دخلني هالبيت إلو ولولادي. لك يا حرمي هالولد طول عمره بيشتغل بصرف علينا، وبعدين له حق مثله مثل اخواته. لك ما حدا له حق عندي، هذا البيت لولادي. بدي منك يا فدو تعرف شو اللي إلك وشو اللي عليك، وش كان هي غلطت معك مرة تانية رصة مثل ما عم حاكيك بترصة، وأنا من ناحيتي ما أعطيتها وش مشان ما تطمع. والله مني علي يا فهد، أنا ما بحب زعل ابني. صح بس يلعن الشيطان بساعته.
هي حكيت معي كلام طالع نازل خلتني اطلع طولي. اي معك معك حق تزعل صغري، بس يعني انت خير لعارفين، المره بتضلها ضلع قاصر يعني خد وعين، وان شاء الله هي بتكون اخر مره بتتخانقوا فيها. سيدي ان شاء الله تمك لباب السماء، خاصه انكم رح بتصيروا اربعه نفوس بالبيت. ما فهمت عليك فهد، شو قصدك؟ شو انا بحدو؟ والله بعرفك تفهم على الطاير. قصدك تقول شيء رح بلي؟ الله لا يحرمني يا كفايه على الخبريه، الله لا يحرمني يا كفايه على الخبريه. لا اسماعيل تعال عندي، تعال 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 وش بدك تسوي هي القضيه حل الشباب لعيونك. ايش هذا معلم ابو حشوف بعد مين من بيروت؟ وجهك الياتي شلون؟ الحمد لله على السلامة يا بي. الله يسلمك يا بي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. طمني يا بي، شلونهم امي واخواتي؟ محشوب وامه شلونهم؟ كلهم بخير، كلهم مشتاقين لك ومو ناقصهم غير شرطة. يا صبري. امرك معلم. نادي عصان علي ينزل له الطاعة. دوام. طمني ان شاء الله ما تعذب بالسفرة. لا لا الحمد لله يا بي، كانت ميسرة كثير منيح. الحمد لله. الحمد لله. شرف يا بي، تفضل. شرف. يا الله. الله حيو رجال، مرحبا. اهلين معلم. طمني يا بي، شلون الاسعار بهالسفره هي؟ والله شغله بتحط العال بالكف يا بي. اوف، وليش بقى؟ الاسعار غليانه كثير، غليانه كثير. كل كب كوبة خيطانه حسب نوعها، في شيء ب 100 وفي شيء ببرغوث وفي شيء بربع مجيدين. اوف 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 اوف، وليش كل هالقد بقى؟ الحرب يا ابي الحرب، الله والعليم على الآن حرب ماكنه بين الانجليز والالمان، وتركيا فاتت مع الالمان. واليوم الحديث الشاغل العالم بيروت هو حديث الحرب. يا لطيف الطف يا رب. وعم يقولوا كمان انه يبدو الحرب بدها تصل لعنا لهون عبلادنا. الله يجيرنا ويبعد عنا. وكمان عم يقولوا انه في حاكم عسكري اسمه جمال باشا جاي لعنا لهون على الشام وعلى بيروت مشان يحضر البلاد للحرب. شو الحكي؟ طيب والوالي؟ شو الوالي؟ الوالي بده ينفذ اوامر الحاكم العسكري، يعني البلاد بحاله حرب، الكلمه الاولى والاخيره للجيش يا بي. والله هي مخبريه. الله يستر يا رب. هيك لكان. ايه والله يا شيخ جوهر، مثل ما عم بحكي لك تمام. بسيطة بسيطة يا شيخ نزير. شو ناوي تعمل هلا؟ كل شيء بوقته حلو، هلا مالي فاضي له بنوم. ليش؟ شو شغلك؟ هذا ناظم بيك قال لازم نساوي سيارة بالحارة، لازم شوية مصاري. ها ذكرتني، الشيخ نزير قال كمان انه الشيوخ الحقيقيين يلي بيعملوا سيارات ما بيلموا مصاري وخلعات من الناس. هو هيك ايه والله. هذا الشيخ نزير بايته عم يلعب دماته. المهم هلا السيارة لازم تصير بالحارة عشان نسكر تمه لناظم بيك. يا حبيبي يعني اللي بدنا نلمه من السيارة بياخده ناظم بيك؟ ايه، وبيترك لنا الصرامي والخروب. طيب انت لا ترد عليه ولا تعطي شيء ابدا. يخرب بيتك شو عم تحكي انت؟ والله اذا بزعله بكلمة واحدة منروح فيها انا وانت دبلكة. شو نسيت انه ناظم بيك هو اللي عم يغطي علينا؟ لك ايه والله صحيح. اسمع بدر، هلا بتروح لعند المختار وبتقول له الشيخ جوهر بده الاذن منك مشان يساوي سياره بالحاره، وبتمر على كل المريدين بتبلغهم يجوا لعندي. طيب والكراكون؟ شو بدك بالكراكون انت؟ زلمه ناظم بيك مر على الكراكون وبلغهم مشان يحموا السياره ويسكروا طرقات الحاره. مشي مشي. يا جيبه ناويني احسب يا بيه، نحوش انا وبعد بكين نبيعهم. يلا قوام الله يرضى عليكي. يلا يلا يا بي سبتي لي من تحت الله يرضى عليكي. يلا يا بي مسكيها منيح للسلمة، سبتيها لك أبي، سبتيها يا بي. ماسكتها يا بي. لك ليش عم تلقى السلمة يا بي؟ هي ما لها راكزة على الأرض منيح. ولك سبتيها منيح لك ما وصل حسي الله ونعم الوكيل. اخ الله لا يوفقك، انكسر عصي انكسر عصي. العباس لك ابي، لك ابي العباس، العباس عليكم. شو في يا مو؟ شو هالخبطه يلي سمعتها؟ ابي وقع عن السلمه يا مو. صار لك شيء؟ رصاص اللي تشق حركك صار لي شيء، راحوا العباس وكسر عصي. تخاف لا تخاف يا ابي، زباد ابليس ما بتخيس. شو هاد ولا ايه؟ الله لا يوفقك، والله قصيرك لسانك، فهمت عن انتي هي ولا ايه؟ ما هيك بيقولوا للواحد بس يقع؟ روح الام. لك ايش فهمها البنت؟ هي عرفانه حالها شو عم ما تحكي، لسه حاطت عقلك بعقلها. يا منى جيبه
اغلي لابوك شويه ورق كينا بلكي بيخف هالوجع شوي. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك كينا. لك شو بدي اساوي الكينا، شو بدي اساوي؟ ليش مو جدك بزمانه ما طاب غير على ورق الكينا؟ الله لا يوفقك يا بي. لموا الانبات. لموا الانبات الله يرضى عليكم. خلينا نحطهم بالصينيه نشفهم شاويين زبيب. يلا يا بي يلا. ولعنا ايدي يا بي بدنا ناكله. تاكلي سم الهاري ان شاء الله تاكليهم. بدنا نبيعهم هدول. يلا يا بي يلا. يا رجال ضمن هالعريشة لأبو ياسين، ريح حالك وريحنا. ضمنك وحدة تسهل أمرك أنت وأبو ياسين. ولك ليش رح تروح المصاري أبو ياسين؟ ليش؟ الله يصبرني عليك. إن شاء الله إلهي عبال لما بتفرحي بصفوان يا حق. وأنت كمان الله يفرحك بنصري. منيني حسرة. إيه والله حب على قلبي اليوم قبل بكرة، بس هو يقبر قلبي ما عم يعجبه العجب ولا الحنية برجعه. كل ما بأرجي وحدة بيطالع لي فيا ميت علة وعلة. هلأ نصري هذا القصير اللي ما بيطلع شبر ونص قال مو عاجبته ولا وحدة. اسكتي ولا يبلاكي بقطع لسانك. قومي على قطك. ايش قومي انا يوم يحاكيكي الحكيم ما يلاقي لك دواء. قومي على قطك. قال متنا قال المثل يي قولوا قومي قومي. ايه رايحة رايحة. وينك ام صفوان؟ تركيا تقبريني. تركيا صغيرة لسه ما عم تعرف شو عم تحكي. يبعت لحمها قال صغيرة. قال والله عم تنخطب يا ام نصري. مين عم يخطبها تقبريني؟ ان شاء الله الف مبروك. والله عمتها ام وضاح طاير عقلها فيها وبدها تخطبها لابنها وضاح. ام وضاح؟ ايه. ليش وين رح تلاقي عروس بجمالها وحلاوتها وتقانتها؟ ايه بس يا خالي ام صفوان انا سمعت انه ام وضاح بدها تخطب لابنها رويدة بنت ابو عبده. بنت ابو عبده؟ ايه. ويمكن اليوم او بكره يروحوا يقروا فاتحتها. يقروا فاتحتها؟ يبليكي بحمها يا بنيتي. لك شو دخلك انتي؟ بركي الجماعة بحبوا القصة تضل مستورة. معلشي معلشي تقبريني. رويدة ولا زكية بنات عم ما في فرق بيناتهم. مزبوط. يلا تقبريني نحن رح نقلك خاطرك. قاعدين والله قاعدين. ان شاء الله بتقعد على قلبك العافية يا حق خاطرك. الله يسلمك الله يسلمك. مع السلامة. ليك لكان يا أم وضاح شو عليه؟ وعما خديش أخذ مصروف حرمتك والولاد؟ أخذ 3 مجيديات. يلا ماشي يلا بيرزو. بتدور على بيت صغير وبتستكري وانا بدفع لك كرا. يلا عمي تنضب فيه انت وحرمتك والولاد لبين ما الله يفرجها. الله يخلينا اياك ولا يحرمنا منك ويفرحك بالمعلم وضاح. امين يا رب العالمين. امين يا رب. شو بدنا نعمل يا بي؟ الناس لبعضها. يعطيك العافية يا مو. الله يعافيك يا مو. قومي بلا فهمية. قومي لشوف. قومي اعطي هالولد لأمه ويساعدي أمك. يلا ولا تعودتي على الشغل بهالكم يوم. يوه أخي أنت ما عم يعجبك شغلي. ما عم يعجبني شغلك ما هيك؟ بدك إياها من الله أنت. يلا قومي لشوف يلا. حاضر حاضر. معناتها أبو حدو بالطاحونة مشان هيك راجع تتغدى هون، ما هيك يا مو؟ إيه يا مو إيه، أبو حدو هنيك. يا مو وما عرفت منه على شو ناوي؟ ينوي على شو ما بده. شو قلنا عنده نحن يا مو؟ والله ما بعرف شو صلوا هالرجال انقلب فوقاني تحتاني. والله أنا بعرفه غير هيك. أمي الزلمة بيعرف شغله يصطفل. مثل ما فهمت منه أنه كمان اليوم في عنده مشوار. يعني أمي ما عرفت اللي منه لوين رايح وين مشواره؟ ما فهمت منه أمي ما فهمت، ما سألته بعدين. بس اللي فهمت منه أنه هو رايح اليوم مساء مشوار. بقى أنا بدي روح نام بالطاحونة لأنه الأجير ضعفان عمر ما بيترك لحاله. طيب أمي قضي مشواره ويرجع ينام بالطاحونة. ما بيقدر أمي ما بيقدر، لأنه قال لي إنه بجوز يجي من هذا المشوار يكون معه ضيوف ويناموا عنده بالبيت. ضيوف؟ ويناموا عنده كمان؟ إيه يا مو إيه، الزلمة حربي بيته شي. ضيوف؟ ويناموا عنده كمان؟ معقولة؟ والله يا أمي هلأ أبو حدو عم يطبخ طبخة الله يجيرنا منها. يطبخ شو ما بده، شو بدنا فيه؟ يلا حطونا غدا نشوف يلا. يلا يا تقبلني يلا. Thank you.
اللي كونك ورسم لك الخلق الملائكي. الحمد لله، الحمد لله اللي الله كرمني فيك وجعلك على ذي. شو أنا شهورتي؟ نسيت إني صرت ببيتك ابن عمي. الله لا يحرمني الصباح. الله لا يحرمني منك. صباحي مبارك. الله يبارك فيك. قومي قومي نقعد برض الديار، اسمعي لي صوت العصافير. الله لا يحرمني يا من إلهي. سبقني لاحقتك. قومي قدامي اجري على اجريك. تسبقني بس لغير أوعي. لك قومي البسي قدامي. شو فيها؟ يو ما بصير. لك شو يصير ما يصير؟ والله مستحي. لك أنا هلا صرت جوزك، جوزك على سنة الله ورسوله. قومي. لك قومي. يلا عانيت كلها ساعتين ثلاثة وبتكون عندي. ايه شو علي ابني؟ يدق نوبي والله ينفعنا ببركاته. الله يجزيك الخير ويديمك يا مختار فوق راسنا. وهلا مختار تسمح لي؟ شو علي؟ سلم لي على الشيخ جوهر. بصل بعيوني، السلام عليكم. وعليكم السلام. عمار يا الو بركة مختار، هذا زلمة نصاب وحرام نقول عنه شيخ. أنا ما سمعت عن هالرجال أي شيء قبل هلا يا شيخ نزير. أنا بسمع فيه قبل ما يجي على الحارة، ياما عمل فتن بغير حارات وياما خرب بيوت. والله أنا سمعت هيك شيء، والزلمة ما ارتحت له بنوب. إيه بحياتي أنا ما شفته بالجامع، ولما سألت الميزو هذا يلي كان هون إنه شيخك ليش ما بجع الجامع؟ قال شيخه بيضل عامل خلوة ومعتكف ببيته وبيصلي بالبيت. إيه هذا حكي هاد؟ لا وشو؟ قال بده يعمل سيارة مشان الشحادة. الشيوخ الحقيقيين بيعملوا سيارة مشان يبينوا كراماتهم ويذكروا الله، مو مشان الشحادة. لك يا شيخي هلأ شو بدنا فيه وبسيرته؟ الله يهدي كل الناس. آمين آمين يا رب. ايه بس البيت ما بده يحلق، ما له زمان حالق. انا مو جاي مشان احلق له يا اختي. لك عن شو قل له؟ قلي له بس انه صفوان عاوزك. شو في يا اخ؟ شو بتريد؟ انا جاي اشوف البيك والله يا اخي. الوالد؟ ايه سالم بيك. والدي جوا بدرية؟ ايه البيك جوا. طيب فوتي قلي له انه في واحد عاوزه. حاضر. انت اليوم لازم تروح تخطب رويدة بنت اخوك لابنك صفوان. سامع شو عم اقول لها؟ رويدة بنت اخي؟ ايه بنت اخوك. وشو عادة ما بدا؟ ما على طول كنت قلك خلينا نجوز رويدة لصفوان، تقلي لي لا، هي شرنة وبشعة وما خرج، بدي جوزه بنت اختي. هلا ايمنا من بنت اختي؟ البنت حلوة ومعدلة وطلابة كتار، ونحن اولى فيها، بنت عمه من لحمه ودمه. بعدين انا فكرت بحكيك، لقيت معك حق، بنت اخوك احسن من بنت اختي. غريب، إيه انت بحياتك ما حكيتي عن بنت اخي انه حلوه ومعدله؟ هلا هذا كان زمان، هلا كبرت وحليت ولازم ما نروحها من ايدنا. ايه سبحان اللي بيغير وما بيتغير. ما طول عمرك بتقولي انك ما بتطيقيها. يا سيدي كنت غلطانه وما كنت شايفتها منيح. خلص بكره بشوف اخي ابو عبده وبحكي معه بالموضوع. لا مو بكره، اليوم. اليوم بدك تحكي معه وتنهي لي القصة على الآخر. أو ليش مستعجلة كلها؟ لا هيك انت ساوي مثل ما عم قلها. خلاص الله يقدم لي فيه الخير. أنا اليوم بعد صلاة العشاء بحكي مع أخي أبو عبدو، بس ما أخذنا رأي صفوان نديله. صفوان ماله هوني، بس هو رايدة بده إياها. الله يخلينا ياك يا حنوني. لك والله أنا قلبي حاسسني إنك بتحبي كل أهلي وقرايبيني، بس بتضلي بتكابري. هي يا أمي، وشلونه أبوك؟ شلونه عمك أبو عبدو؟ الحمد لله يا بيك، كلهم بيدعوا بسلامتك. ليكون أبوك عاوز مصاري؟ لا لا يا بيك، لا الحمد لله نحن مو بحاجة. أيوة، لتكون جاي مشان العسكرية؟ لا والله كمان لا يا بيك، أنا وحيد مبروع على العسكرية. لك مشان شو جاي؟ جيت يعني أنا بشرفني اني اطلب ايد بنتك. تطلب ايد بنتي؟
ايه يا بيك يعني اذا ما بيزعجك. طيب انت شفتها؟ لا ايه انا لمحتها هذيك المرة وقت كنت عم بالمحلة وقت كنت عم بحلق لها لمحتها شوي. طيب ليش ما اجى معك ابوك لحتى يطلب لك اياها؟ والله يا بيك ابي يعني هو كان بده يجي بس هو يعني قال نحن ناس عاديين وخجل وانتو بكوات فخاف انه يطلب منك وتكسر بخاطره. يعني ابوك موافق انك تطلبها؟ لكن يا بيك لكان والله ما يدري انك وافقت لحتى يطير العقل تبعه من الفرح. عود يا ابني عود. بدريه يا بدريه. امور يا بيك. شوفي صفاي شو بيحب يشرب. شو بتحب تشرب؟ اي شيء اي شيء. وين راح بيك؟ ما بعرف. لك قوم مهروب احسن لك. هذا اكيد ناوي عشر. لا لو كان ناوي لي عشر كان بين على وشه. بس وين تركني وراح؟ عليكم السلام. تفضل تفضل. اسمع يا ابني انا ما عندي بنات وهي البنت اللي عم تحكي عنها هي بتكون بنت اختي مسكينه يتيمه الاب والام وانا ربيتها من وقت كانت صغيره يعني بدك تقول بسعر بنتي. يعني يا بيك ما بتفرق ان كانت بنتكن ولا بنت اختكن نفس الشيء. لكن توكلنا على الله. يعني حضرتكن وافقتوا يا بيك؟ طبعا موافق. بس يا ابني بدي اقول لك شغله. يعني هي البنت امانه برقبتي لذلك لازم اضمن لها حقها. لكن يا بيك لكن الحق ما بزعل. شوف يا ابني هي البنت متقدمها ذهبي عصمليه ومتأخرها 500 دابة عصمالية. بتعرف ليش؟ لأنه ما بتعرف بيجوز بعد ما تتجوزوا ما تتفاهموا تختلفوا بعد يومين ثلاثة ما تعجبك تقوم تطلقها. أعوذ بالله يا بيك أعوذ بالله. خلص مثل ما بدك بعدين أنا مستحيل طلقها يعني مستحيل فكر أني طلقها أساسا. قال درويش قال يقبروني الدرويش كلهم كرمالة. إيه وين ناوي تسكنها؟ يعني يا بيك بدك تعذرني انا مؤقتا بدي اسكنها مع اهلي بس بعدين ان شاء الله بشتري لها بيت بس هلا ماني قادر اشتري بيت دغري. لا 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 انا بدي اياها تسكن مع اهلك لانه مثل ما شفت البنت درويشه وعلى البركه بعدين امك بتعلمها بتدير بالها عليها وبعدين هي يعني مع عشره العيله بتتحسن احوالها شوي شوي. يا بيك ولكن لا فكره من الناحيه ابدا ابدا بس انا بعد اذنك عندي طلب صغير. تفضل يا ابني احكي. يعني يا بيك مشان اللبس يعني حضرتكم بتعرفوا انه عاداتنا بالحارة المرة لازم تكون مسترة ولبس بنت اختكم يعني ما بيناسب اهلي فانا من بعد امرك بدي لبسها ملاية ومنديل. ايه شو عليه؟ هذا حقك يا ابني حقك. الله يطولنا بعمرك يا بيك والله فضلت على راسي. الفضل لله يا ابني. ايه سيدي أنا بكرة مسافر على بيروت وبجوز غبلي هيك شي شهر زمان بس ارجع إن شاء الله جيب أبوك وتعالوا لحتى نكتب الكتاب. بس يا بيك. بس شو يا ابني؟ يعني مو شايف إنه شهر كتير؟ شو رأيك نكتب الكتاب هلا وإن شاء الله بس ترجع بالسلامة من بيروت بجيب أبي ونجي ونعمل كل هاي. يعني بصير نكتب الكتاب وأبوك مو موجود؟ ما بصير. يا بيك قلت لك أبي إذا بيدرى أنك وفقت راح يطير عقله من الفرح بعدين هلأ يعني هيك الوقت تأخر وخاف بين ما روح وإجي يكون تأخر أكتر وما نلحق. إذن توكلنا على الله منكتب الكتاب. الله يخليلنا هيك يا بيك. يلا يا نيف حسن
عسل العنب، عسل عسل العنب، عسل عسل. شو انا لهالنوم طيبين؟ شو عم تعمل سيد راسين؟ شو عم تعمل حبيب قلبي؟ شو عم تعمل؟ حطلناش عن قدام كيس. لك شو عن قدام؟ ده حقه مصاري حبيب قلبي، حقه مصاري، تم قلنا ها؟ ايه حطلي نص سطل. ايه على راسي هيك انت عيني ها؟ وهي احلى نص سطل. شرف سيدي. وهذا هي. ليش متمنو؟ هدول بدل الخبز اللي اكلته سيد راسي. ايوه. شريف. وين وين يا حبيب؟ مالي حامل بعدين بعطيك. لك شو بعدين بعطيني ها؟ حل عني ها؟ دم قلبنا ها؟ لك شو بكون؟ قولي العباد؟ لك هذه العباد؟ لك العباد؟ قلبوريا فلد مجرم قلبوريا. أمركم سيدي أمركم، بس والله العظيم أنا ماني مجرم. صص ولا صص؟ كذاب؟ أنت في شتائم؟ حظر السلطان معظم. أنا أعوذ بالله؟ أنا سب حضرة السلطان المعظم؟ لا والله. كذاب سيدي لا تصدق. أنت لازم عقوبات، أنت لازم فلقات، أنت لازم خازوق. فلت صباي خذوا الفلقة. أمان فندم. والله ما عملت شيء يا سيدي. الله وكيلك، الله وكيلك. إيه سيدي، مين هو وكيل العروس؟ أنا يا شيخي. يجب أن أسمع موافقتها على توكيلك ويكون معي إسنان من الشهود، هكذا يقول الشرع. أرجو عدم مؤاخذة يا سالم بك. حاضر يا بهجت. حاضر. روح أنت وجمعة مع فضيلة الشيخ وشهدوا على وكالة البنت. يلا تفضل شيخي. وهي شافت أم خيره إجت لعندي لزقت وما عاد تحركت وما طلعت إلا طالعتهم قدامها. الله عليك يا أم عبدو، كأنك كنتي معي. يبعت لداء السلش قوية. الله يعين أخي أبو صفوان عليها. إلا لا موضحا روحت أم صفوان لعند الشيخ جوهر. يو بكرة بتأذي لابنها. دخلك يا الله، هي ابني بين إيديها كمان. الله أعلم شو ممكن تساوي له. دخلك إجا أخوك أب محجوب من بيروت؟ إجا. إلا كان خليني حاطة على راسي. وفيقة وينها؟ بأوضتها مع جوزة. نسيت احكي لك امبارح شو ساوت زكية عنا بالبيت. على قد ما ضحكت ما ضل لي خواصي. والاحلى من هيك انه كل هذا الشيء صارته قدام ام خيره وبنتها سعاد ومشهر وبنتها فلمية. يا حرام والله بزعل عليها. احكي لي شو ساوت. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لي. لو هذا كله قدام النسوان لك سودت وشنا. لا والانكى من هيك، قال حاطه براسها انه نحن بدنا نخطبها لوضاح. والله اي والله. اي صحيت سكرت من كام يوم، كنا راجعين من السوق ومرينا بالحارة قدام بيت الشيخ جوهر وما شفنا لك الا مرت خالك ام صفوان طالعة من عندهم. ابو وضاح اليوم بده يجي لعند اخي ابو عبده هو واعضاوات الحارة مشان يحكي معه. اي والله بنتشرف يا ام وضاح، يا ميت اهلا وسهلا فيكم. ليش بنتي رويدة بتلاقي عريس إلها أحسن من وضاح أو بيت أحمى أحسن منكن يا تقبريني؟ الله يزيدك شرف ويفرحك فيهن يا رب. آمين. أنا كنت بدي أجي أحكي مع أخي أبو عبده، قام أبو وضاح ما خلاني، قال لي لا الأصول رجال تحكي مع رجال. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخي. إن شاء الله ألف مبروك يا أبني. الله يبارك فيك يا بيك. سلمى يا سلمى تعالي مع خطيبك. مرحبا صفوان. ريتا، we should go to the station now. The train should go now. I'm ready. كل جماعة carry their bags to the wagon. ايه صفوان، نحن مضطرين نمشي.
بدنا نلحق القطار لأنه مسافرين على اسطنبول. إن شاء الله هيك بس نرجع المرة الجاية بتكون أنت وخطيبتك اتجوزتوا وبنيجي أنا وريتا مبارك لكم. بالمناسبة نسيت عرفك، ريتا مرتي، هي إنجليزية أساساً. وعلى فكرة كتير عاجبة لبسك، الشروال والطاقية كتير عاجبة لبسك. ما هيك ريتا؟ You like his clothes؟ Oh yeah, I like it very much. It's traditional. It's so nice and exciting. يلا يا جماعة دعونا. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله هيك نشوفكم السنة الجاية برفاهي والبنين. يا جماعة. Good luck. Good luck. هلا ما أنت اسمك صفوان وأنا اسمي سلمى. إيه وأنا اسمي سلمى وأنت اسمك صفوان. وانتو سمعتوها وهي عم تقول لمرت الشيخ لا تنسي لي موضوع وضاح؟ ايه والله معناتها لازم اقول لامي لتقوم هي تعمل لها شي شغله لاخي تروح لنا اياه. يا لطيف الله يحميه وبعد عن ولاد الحرام. سميحه ببوس ايدك. ها قولي لعمتي ما تجيب سيرتي. لا لا خلص ولا يهمك. سميحه هلا زياره بيت ابو خير ولعندكم كانت زيارة عادية ولا كان في من وراها إنا؟ ما بعرف ولا يا شهيرة. شهيرة حاضر أخي. الله يرضى عليك يا أختي. فوتي بتغطي لي حالك بترسي لي حالك على 24. اليوم المساء بدي بعتك مشوار أنت وأمك لعند جماعة أكابر. عن جد أخي؟ إيه عن جد. لك عم بمزح. مين هنون هدول الجماعة؟ خلاص شو بدك المساء بتعرفي؟ حلوة؟ العروس حلوة؟ لك أنا عروس هي؟ أخي مو بدك تبعتنا مشان نشوف لك العروس؟ خلص أختي روحي أنت زبطي لي حالك بدي إياك تبيضي لي وشي اليوم. ها ومين هن هدول الجماعة يا مو؟ المسا بتعرفوا يا مو. لك أنا شو سويت بحالي؟ يا باطل على هالوقعة اللي وقعتها. وقال أنا مبسوط والبيك وفاء ومستعجل بده يكتب الكتاب والمأخر 500 ذهبة. يا حبيبي لا ما لوين بدي روح؟ بشرفي أحس حالي رح اختنق. بنت عمي ما عجبتني وبنت عمتي ما عجبتني وبنت خالتي ما عجبتني وجيت وقع الوقعة مثل الحمار. ايها العين تطرقني. اللهم أنت الشافي والمعافي. شافي يا ورحمة رحمتك يا رب. يا بزهرية. نعم يا بي. وين أمك؟ جوا بالأوضة. نادي لي أنا شوف نادي. حاضر. يا مو. إيه أمي. أبي بده ياكي. يلا جاي. خير ابن عمي عاوز شي؟ بدي الله يرضى عليكي. لقيلك شي طراحة جيبيها حطيها هون وطلعيها صغيرة سطحية عليها. خطية جوا شوب. إيه والله معك حق. بدي أعرف. بدي أسألك. أكلت شي اليوم؟ تقبر قلبي إن شاء الله ما أكلت بس الحمد لله ما تآيت ولا مرة اليوم. حسرتي عليها. شو بدها تتآية إذا معدتها فاضية؟ شو هاي شو بيها إيه؟ إن شاء الله ما تبلغ. والله تورمت الحي يا سيدي. الله وكيلك تورم الحي. انت لازم تأديبات شتائم سلطان معظم. انا الله وكيلك. برا برا برا. واذا في مرات قادمات انت في خوازيق. سيدي لا في قادمات ولا في ذاهبات. بدنا العنبات. انبات؟ انت بدك السلب عنب ولا بلا عنب؟ بلا عنب سيدي راسي. بلا عنب. اخت العنب على اخت اللي بده العنب. كتر خيركم سيدي راسي. كتر خيركم. يا مشاهير. ايه يا مو. تقبرنا هي نحن صرنا جاهزين. اللي وين بدك يانا نروح؟ يوف مين جاينا هلا؟ هي جانا ضيوف يعني ما في روحة. لك هي خارجة هلا روحي شوفي. روحي شوفي مين. روحي مين؟ عم حدو. يا
ليلو جان هاد هلا ليلو شاير مو هو. استني فهمية استني شوي استني شوي يا مو برضاي عليك شوف شو بده بركة جاي يرجع اختك على بيتها. لا يا مو وقت هلا امي برضاي عليك تشوف شو بده. هيك قلتك ايش عليه بنشوف شو بده. فوتوا لجوا انتوا فوتوا يلا نشوف. يا الله لك تقبر قلبي شو حنون تقبرني. عليها بعدو عليها فهد شايف فضل شريف الله لا يحرمني. يلا يلا شوف ابني اسمع الكلمتين وحطهم مثل الحلا بدانك. إذا قلبك مهويانة للبنت ما بيجوز تتجوزها لأنه الحياة مع وحدة والقلب مهويانة بتصير جحيم. شو سمعني صوتك هويانة يا أبي هويانة. أتأكد إيه يا أبي إيه. إذا في أسرار لأرجع والله بصراحة إذا بدي أقول لك إنه ما في أسرار بكون عم بكذب عليك. قال يا داخل بين البصلة وشرتها عن إذنكم. لقي تعي تعي وين رايحة؟ أنت بيتخبى عنك شيء ما أنت سر حياتنا. عدي عدي الويلة هي أعلم. نحن بدنا نطلب إيد بنت أخوكي لوضاح. شش لسه ما صار شيء بلشتي تزعوطي برقدا جماعة ما عطونا. لا أيوه شو ما يعطونا؟ اليوم كنت عند مرتخي وطار عقلة من الفرح لما دريت انك رايح تختبر ويدا. واخوك يا ابو عبدو معه خبر؟ ما بعرف لانه ما كان بالبيت بس اكيد ام عبدو قالت له. ماشي معناتها هلا بروح على الجامع وبعد صلاة العشاء باخذ رجال الحارة والشيخ نزير وابو صفوان نتيسر على بيت اخوك يا ابو عبدو. خدوا صهري ابو لطفي معكم. ما بقدر قالوا لي ابو لطفي بده يشق على اخته بجوبر برقدا تاخر. يلا يا بي تلحلح يلا. يعني يا بي بدي روح معكم انا؟ اي يا مو روح هدول بيت خالك مو حدا غريب. مو مشان هيك بلكي الجماعه اعطونا وصار نصيب نكتب الكتاب دغري. يلا يا بي تلحلح غير اواعيك لبين ما البس طربوشي. يلا حضر يا بي. الله يتمم هالموضوع على خير امين يا رب. وانت تقبريني ان شاء الله بفرح فيك وبطمن عليك تقبري. هلا انت من كل عقلك مصدق انه سالم بيك رح يوافق يعطي بنته؟ لو انا ماني مصدق بدي اقوي صدق. ناديله ناديله ماله هون لهلا ما اجا. والله انشغل بالي عليه وين راح يا ترى؟ وين بده يروح؟ بيكون عند حدا من رفقاته. على كل حال انا هلا بعد صلاه العشاء باخذ العقيد وصهري ابو وضاح والشيخ نزير وبروح لعندهم بركي الله بييسرها وبنقرا الفاتحه. لا عمل جهدك انه تكتبوا الكتاب دغري ولا تاخذ معك لا ابو وضاح ولا العقيد. خذ بس الشيخ نزير. لك انت بتعمل لهم قيمه وهن ما بيعملوا لك قيمه. لك والله مو حلوه يا حرمه مو حلوه. فيها قيمه إلنا اكبر إلنا ولبيت اخي. لا تقبرني لا تشربشها عمل مثل ما عم اقول لك وخذ معك بس الشيخ نزير مشان كتب الكتاب. وهلا بس يجي صفوان بخليه يلحقك على الحارق. وكمان بنتك مو مطول نصيبه جاي على الطريق. شو الحقيات في هيك شيء حدا لمح لك؟ عمتها ام وضاح طاير عقلها فيها بس جوزها ابو وضاح بتعرفه يعني بيحسبها شوي بقى يمكن خايف يحكي معها تقوم تخجله بقى لمح له انت هيك من بعيد لبعيد. ليش لحتى لمح له؟ بكره بروح لعنده وبحكي معه بصراحه. صار يا ابو وضاح بيفهم وماله غريب. بعدين مثل ما بيقولوا اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنها. لك لمح له تلميح احسن. ايه خلص تلمح له احسن. وين هاي البنت؟ نايمه. طيب لكن لهم البس جاكيتي وطربوشي ولحق صلاه العشاء. يا الله ايه تقبرني. بركي ان شاء الله بيزبطوا الشغلتين وبكون ضربت كل العصافير بحجر واحد. وطعميتها كم لهالشرنة ام وضاح خانو. مثل ما قلت لك بحدو هالحكي اللي اتفقنا عليه انا وياك بدي منك ما تنسى ابنه. وش كان بتعمل مثل ما عم اقول لك ترتاح طول عمرك. الله لا يحرمني اياك يا فهد. رح ساوي مثل ما بدك على دوز بارا. اوعك ها ما بدي اياها تعرف ولا شيء من اللي حكيناه. اعوذ بالله شو تعرف ما تعرف؟ ايه يا بحدو عرفت بقى هلا شو الموال اللي كنت انا عم اغنيه. ايه والله عرفت يا فهد. بس اللي مطير لي قالي انت لهلا مالك متزوج وعزابي. لك شلون قافر هي النسوان؟ لك شلون تفهم عليهم شو اللي بضحكهم شو اللي بيفرحهم شو اللي بزعلهم؟
الدنيا بتعلم لك أم حدو. الله لا يحرمني يا كفايت. لوين إن شاء الله مشوارك وضاعك؟ والله بدنا نروح على بيت أبو عبدو مشان نخطب لوضاعها عقبال ولادكم. لا ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك وضاعك. الله يبارك فيك. الله ألف مبروك ويجعل التمام على خير. أمين يا رب أمين يا رب. الشيخ نزيد من نازل يروح معنا؟ بلا رايح معنا بس واقف مع أبو صفوان. هلا بيجي بنستناه وزي ما بيقدر يطلع إلا لحتى يطلع المصلين كلهم. يا بس شو شيخي طمني ان شاء الله الصحه تمام. الحمد لله رب العالمين فضل ربنا. اي والله الحمد لله على كل شيء. شيخي بدي منك شغله صغيره. خير ان شاء الله تفضل. بدي اياك تروح معي لعند اخي ابو عبدو مشان نخطب بنته لابني صفوان. ايش وعدي وامتى بدنا نروح؟ هلا شيخي هلا. خير خير ان شاء الله. هلا بس نطلع ونصلي ونسكر الجامع ونتوكل على الله. تكلنا على الله. خلينا نناديله شيخي. شو عم يساووا هدول هون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله شيخي. منا ومنكم صالح الأعمال. معيتك شيخنا بدنا نروح على بيت أبو عبدو نطلب البنت. إي والله يا سيدي. قال لي أبو صفوان يا سيدي الله يقدم يلي فيه خير. أبو صفوان قال لا. لوين رايحين هدول؟ شو عرفوا أبو صفوان؟ أكيد هي أم وضاح حاكي قدام أم صفوان. شو أبو وضاح؟ خير إن شاء الله. لا سلامتك. يلا أبو صفوان. يلا سهر يلا. الله يصلحك يا شيخ نزير. إن إحنا ما بدنا نشربكها. شو بدي أقول لصبحية هلا؟ يا مو هلأ مو كان لازم نعزم العروس ونسوان الحارة على الحمام ونعمل حفلة هوني؟ يا مو بنت خالك رويدة ما لها غريبة وبكرة بعد كم يوم بنعمل لها حفلة مطنطنة. أيوة. وين كنت لهلأ يا مو؟ الحق أبوك على بيت عمك عم يستناك هنيك. لشو في عم بيت عمي؟ راح يخطب لك رويدة بنت عمك وعم يستناك يمكن يكتبوا الكتاب. رويدة إلي؟ ايه يا مو. يا أمي ليش هيك مستعجل؟ ايه والله مو وقتها هلا. لا وقتها ونص. ليش مو وقتها؟ بعدين عمتك أم وضاح عم بتفكر تخطب رويدة لوضاح وانت أبدًا منه. وضاح؟ ايه يا مو. ما بيكفي شايف لي حاله ابن مختار كمان رويدة؟ والله فشلت يا وضاح. يا مو رويدة يا رويدة افتحي يا مو. الله يرضى عليكي. روحي اعملي لي ابريق شاي على كيفك وخدي لأبوكي. حاضر يا مو. يلا تقضيني. مرت عمي بدك مني شي؟ ساوي الشاي؟ ايه لا حبيبتي انت ارتاحي رويدة عم بتساوي. توفي. اهلين وسهلين بجميع. والله هاي جيتي من المشغل. كان في عندي طلبية مستعجلة بس لقيت حالي تعبان شوية قمت خليت الأولاد بالمشغل وإجي. طول عمرك صاحب واجهي بس العمر له حقه يا أبو. إيه والله هاي شايفة. دقيقة دقيقة يا أبو عبدو لا تصب القهوة. ليش؟ مثل ما عم أقول لك. وليش بقى؟ أخي نحن جايين بطلب وما بنشرب القهوة إلا تلبي لنا طلبنا. إيه بسيطة يلي إجوا فيه بتروحوا فيه. لا أخي لا ما بيصير هيك العوايد. عود لقلك عود خلينا نحكي. طيب وي قاعدة مور. أخي شو طلبك؟ فضل أحكي يا شيخنا. أخوك أبو صفوان جايبنا معه مشان نخطب المحروسة بنتك لابنه صفوان على سنة الله ورسوله. بقى شو قلت؟ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن إذنك شيخنا. ماشي ماشي يا أبو صفوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو يا أبو صلاح؟ شو كنت بدك تقول؟ والله كنت تحكي شغلة بس هلأ شايف إنه مو وقتها. يا أبو عبدو مور شو قلت؟ شو بدي أقول يعني؟ البنت بنتكم ومثل ما بقول المثل أنت فصل ونحن بنلبس شغلة. بعدين جايلكم غالي علي كثير. يعني عطيتنا إذا الله عطانا؟ عطيناك إذا الله عطاك. طول بالك يا أبو صفوان طول بالك شوي. أخي أبو عبدو أنا برأيي إنك تشاور البنت هيك الشرع بيقول. ما بدها شيخي
ما بدها لا مشاورة ولا شيء. لا يا أبو عبدو، الشيخ نزير عم يحكي المزبوط، لازم تشاور البنت. ليش باصري؟ نحن من أمتى بناخد رأي الحريم؟ خلاص أخي أبو عبدو حكى كلمة وخلاص. ما بيجوز يا أبو صفوان، ما بيجوز. إذا كنا يعني ماشيين بالأول على خطأ، لازم نظل ماشيين على خطأنا. قوم أخي أبو عبدو، قوم شاورة. أبو عبدو قوم شاورة أحسن، قوم. إيه مثل ما بتقوم. شو وين رويدا؟ جوا بالمطبخ ابن عمي. خير في شي؟ لا لا ما في شي. جايه عريس، بديك تشاوريها وتاخذي رأيها. ايه ما بدها مشاورة ابن عمي، عطيهن عطيهن وتوكل على الله. ما بدكن تعرفوا مين العريس؟ منعرف ابن عمي منعرف، وانا شاورتها للبنت والبنت هزت لي براسها يعني موافقة. يعني انتو عندكم خبر من الاول؟ ايه تقبرني، اجت اختك ام وضاح اليوم لعنا العصر وحكت لنا. كويس، لكن عملوا لنا شي نشربه. بتأمر امر، كل شي بدك يا جاهز. كل شي جاهز كمان؟ يعني انتو عاملين حسابكم لكل شي وانا ما عندي خبر؟ والله يا ابن عمي استنيتك لحتى ترجع من المشغل، بس انت تأخرت. خير ان شاء الله. يا رويدة، يا ام رويدة. ايه يا امو؟ تقبريني جهزتي الكاسات والعصير؟ ايه يا امو كل شي جاهز. ايه يلا تقبريني، انا فايتي ساعدك كمان. مين؟ انا صفوان عمي. اهلين معلم وضاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا، وهي اجى العريس. انا رايح البيت يا ابي. لوين خالي؟ ما بدك تحضر كتب كتابة بالخالة؟ ايه عود يا ابي عود، بروح انا وياك. عود. شو اخي؟ ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. يعني وافقت البنت؟ اتكلنا على الله. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ابي. الله يبارك فيكم جميع. صب قهوة خالي. صب يا ابي. يا اخي عم قول شو رايك نكتب الكتاب هلا؟ وليش مستعجل؟ شو صاير عليك؟ اخي ماني مستعجل، ماني مستعجل، بس فكري انه الشيخ نزير موجود هون وبحضور هالوجوه الكريمه. ايه يا ابو عبدو، وخير البر عاجله. ايه مثل ما بتقول شيخي. يسلموا. صب لنا فنجان وضاح. انا رايح البيت يا ابي. لا لك وضاح، ما بدك تتركك بكتابي؟ شبك لك خالي شبك؟ شايفك معنا بعضك ليكون غلط من صفوان. لا خالي لا، لا غلط ولا شيء. عود خالي عود، عود. صهري يلا بقى، صار لازم تخطب له لوضاح. ان شاء الله، الله كريم ان شاء الله. لك وضاح، كنت بدك تروح بدون ما تحضر كتب كتابي؟ ليكون مالك فرحان لي. لا فرحان لك. ايه اخي، خليني نكتب الكتاب. ايه شو عليه؟ يلا شيخي يلا. بس العروس لازم توكل ابوها ويشهدوا اثنين على الوكاله، والافضل انه نسمع موافقتها على العريس. ايه مثل ما بتأمر شيخي. خذ لنا طريق لكان. ايه سيدي، مين الشهود؟ مو مشكله شيخنا، مو مشكله. هي وضحها ابن اختي وهي عقيدة بولدها. ايه عن اذنكم تكي. تفضل اذنك معك خالي. انا ايه لك ابن اختي. ايه انت والعقيدة بولدها. شرف 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 شيخي. يلا تفضل. بسم الله. يا مو هذا صهري ابو حدو. ايه يا مو. جاي مشان يرجع شهيره. وشو قلت له؟ قلت له لنشوف اش كان شهيره بدها ترجع ولا لا. ايه يا مو، هي جوزك جاي يرجعك على بيتك، شو رايك؟ مثل ما بدكم يا مو. بس المشكلة إنه إذا رجعت هلا بدي أتأجل مشواركم، وبخاف بكرة شهيرة ما تقدر تجي. لا أخي بيجي، بيجي أنا بكرة. قومي لكان أمي، قومي ضبي غراضي، جوزك عم يستناكي بالمضافة. سكي يا مو، سكي حدك، اصحي كيفيك يا مو. شهيرة واقفي خدي حلقاتك. لا أختي ما بدي ياهم. إيه لا أختي لا، تعي خديهم عم بمزح معك تعي. ليك شو صار لك؟ لك بنتي شو صار لك؟ لاحقة محدو، لاحقة تروحي على بيتك. يا بنتي نحن بدنا نكتب كتابك هلا، وابوكي راح يكون وكيلك بكتب الكتاب. انت موافقه على هالشيء؟
ايه ايه شيخي موافقة. والعريس انت موافقة علي يا بنتي؟ بدي اسمع صوتك يا بنتي، سمعيني صوتك، لا حياة بالدين. ايه شيخي موافقة. توكلنا على الله. لك نور البيت، لك نور، الله لا يحرمني. يا أهلين ويا سهلين، لك يا أهلين ويا سهلين، إن شاء الله ما تبلى المشي إلهي. وأنا كمان ابن عمي. إن شاء الله زواج مبارك. الله يبارك فيك شيخي. يبارك فيك يا شيخنا. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. مبروك ابو عبدو. الله يبارك فيك ابو عبدو. يا جماعه بكره السهره عندنا بالبيت، ها على القطايف، ما حدا ينسى. يا ابي انا رايح البيت. وانا رايح معك. يلا وانا رايح كمان. وين بدكم تروحوا؟ بدنا نشرب شباب الدو. معلش ابو عبدو، انا وياه عندنا مشوار ضروري. ايه ما بصير عقلي. وانا كمان بدك تسمح لنا لانه الوالد تعبان شوي، خذ لنا طريق ابو عبدو. يا اخي ما بصير، كان بدنا نكملوا سهره معنا. خلص ولا يهمك، رو يا بي، انا بقي انا بعده. يلا ان شاء الله بنعز. تفضل يلا يلا يلا. الله معكم. يلا يلا. الله معكم. مبروك يا ابو صفوان. قام هالعفريته اخذت مني جوزين الحلق ولبستهم. يا ستي ما في غير فهميه طالعه من خرجيك. على قد ما كانت مدلله عند ابي الله يرحمه. الله يرحمه. وعلى قد ما كان يوصينا فيها، مشان هيك ما حدا بيزعلها. شهورتي؟ ايه ابن عمي. مالك علي يمين، رح اجيب لك نفس الجوزين الحلاق مشان تلبسي اياه هون. ايه والله تسلم لي عينها، طول قعدتي عندهم حده ما نزل من على ايده، طول الليل والنهار حاملته، بتحبه بتموت عليه. لك شهورة؟ ايه ابن عمي. لك الله لا يحرمني هالوش الحلو، لك قمر قمر. بستحي انا ابن عمي. لك الله لا يحرمني اللي بستحي. ايش اليوم بدنا نقضيها طول الوقت على المراية؟ رح يطلع الضو. لك تعي. شحني خلصت ابن عمي. انت من قبضيات الحرم محدودين لك والله، يعني يا جبل ما يهزك ريح. ايه عقيد، بس انا اللي محيرني انه قدامي وقدام امي قال انه بنت عمه ما بده اياها، وانه ابوه زعلان منه لانه مو رضيان يتجوزها. شو اللي صار بعدين؟ والله ما بعرف شو اللي صار. يعني ابوه جبره عليها؟ لا عقيد، صفوان انا بعرفه منيح، ما حدا بيجبره على شيء. بعدين ما شفته شلون قاعد عم يجاكرني مجاكره. عمي صفوان وانت بتعرفوا هاي طبعه اخي، هاي الحاره مليانه بنات وكل اهل الحاره بتمنوك سهر لاله، فالله يرضى عليك عمي وضاح. هذا الموضوع انساليه من اساسه. شو بنا وضاح؟ ما في شيء عقيد، ما في شيء. ايوه بدي اياك ابضاي مثل ما بعرفك. ماشي عقيد، انت تيسر على بيتك، حابب هيك امشي لحالي شوي. روح الله معك، انا بدي اشوف الابضايات اذا عم بينطروا الحاره. خاطرك عقيل. الله معك. مين هنيك؟ أنا أبو أدهم. أهلين عقيل. أهلين أبو شومان. شلونك؟ شرف. شلون بدي أقله؟ شلون بدي أقله؟ لك والله ما بعرف لف ودور. يلا راح أقله ياها قبل ما يجر معي. إيه صغري؟ عمول يعني طالما نحن قاعدين هيك ومبسوطين وفرحانين بهالمناسبة، وما في حدا غريب بيناتنا، ومعنا الشيخ نزير يلي هو منا وفينا وما منخبي عليه شيء. الله يبارك فيك يا ابو صفوان. ما فهمت عليه خير، شو في؟ يعني انا وصلني حكي انه الكم خاطر تخطبوا بنتي لابنك وضاح، ومثل ما بيقول المثل اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. يا بي لك ابني هذا ابن عمتك، يعني هو بغلاوتك عندي. بس مو هيك صهري، هاي البنت اعتبرها بنتك، وإذا بدك أنا من هلأ بكتب الكتاب، وعليم الله هذا الكلام ما بقوله لو على قطع رقبتي، وبدكن تنتقدوني انتقدوني. لا يا أبو صفوان لا، ما في انتقاد ولا شيء، والله يجزيك الخير. هو صحيح ما جرت العادة هيك،
بس يا ريت كل واحد عنده بنت يذكرها لاصحابه وقرايبيله ويسعالها بالستر. شو قلت ابو وضاح؟ شوف يا ابو صفوان، وضاح ما عم يفكر بالجواز هلا. هو صحيح انا عم دور على عروس بس مو لوضاح. لك لمين؟ لديبو الاجير اللي عندي بالمضافه. بس اذا بناسبك انك تخطبه اياها لنتكل على الله. الله يسامحك يا صغري. هلا هي متنا عندها؟ لكن حق عليك يا بي. بس لك عمي، ما بصير تحكي بوجودنا وجود ابوك. بعدين يا ابو صفوان، صهرك ما غلط وابنه ما عم يفكر بجواز هلا، وبجوز اللي قال لك يكون غلطان، وهالاجير جاي يخطب على سنه الله ورسوله. فاذا ما بيناسبك قول له ما بيناسبني، وما حدا بيخطب حدا. ايه بس الناس ما امل. لا يا ابو صفوان لا، هالحكي فيه تكبر. الله سبحانه وتعالى ما بيحب المتكبرين. لك سوري، انت ليش عم تدور على عروس لديبه وتعذب حالك؟ عندك بنت صبيه الله يسلم لك اياها جوزه يا. اسمع ابو صفوان، انت حكيت اللي عندك وانا حكيت اللي عندي، بس ما كان في داعي تجيب سيره بنتي لاني مالي عارضها للجواز. السلام عليكم. وين صبي؟ عود هلا. خد لي طريق ابو عبدو، بدي امشي. يلا يلا تفضل. خدني معك مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك أخي. خير يا مو؟ شوفي أبوك وينه؟ يبعت لي حمى، أكيد صاير شي. شو يا مو؟ شو صار؟ مشي الحال يا مو، كتبنا الكتاب ومشي الحال. إن شاء الله ألف مبروك يا مو، إن شاء الله ألف مبروك يا حق. شوفي يا مو ليش عم تصرفتي؟ أخوكي خطب بنت عمك رويدة. ييه والله فكرت أبي صار شيخ كاب. ييه تضربي ما أغلى زيك. ليش الحكي؟ تعال تعال تقولي لا تعال. لك أنا شو حكيت؟ مو يكتر خيري عم أقدم له عروس لابنه؟ قال لي أعطيه لديبه. لك مو عيب هالحكي؟ لك أخي أنت دائما تتسرع وما بتتروى منيح، والحكي هذا كلياته ما كان له لزوم. أنت الله يصلحك، لك في حدا بالدنيا بيعوض بنته عن الناس مشان يجوزها؟ إي والله ما صارت. أنا عم بعمل له قدر وقيمة. طيب أنت منو قال لك إنه الجماعة عم يفكروا يخطبوا بنتك؟ شو من قال لي؟ مرتي. مرتك؟ إيه معناتها الموضوع في إنا. أبو عبدو شو إنا وما إنا؟ لأنه مرتك دائما بتورطك بشغلات مالك فيها. لك أخي حرمتي ما غلطي، بكفي إنها دايرة بالها على بيت أختك موضة. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو يا بي خلصتوا؟ إيه يا بي خلصنا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. باركوا لعنكم أبو صفوان بخطبة صفوان. إن شاء الله ألف مبروك. ليه صفوان أنت خطب؟ هلأ كتبنا كتابه على رويدة. يا سيدي إن شاء الله بيتهنى. مبروك عمي. لا أنا هالشغلة ما عم تفوت بمخي أبدا أبدا. أنت الحق عليك يا أم وضاح. ليش؟ لأنه حضرتك قلتي لي إنه الجماعة رايدينه لوضاح. لا وميتين عليه. طلعتي حضرتك فهماني غلط. البنت رايدة ابن عمها. والشيخ نزير حكالي ونحن طالعين إنه هو لما سألها إذا كانت موافقة قالت له دغري إنها موافقة. إيه موافقة، ومن صوتها حس إنها فرحانة كتير. بس أنا اليوم كنت عند أم عبدو وقلت لها وقالت لي أهلا وسهلا فيكن، البيت بيتكن والبنت بنتكن، شو عدا ما بدا. وأنا كمان لمحت لرويدة. إيه والله ما صدقت، طارت من الفرح. لك يا بي بدكن جننوني أنتو؟ لو كنتوا معنا وسمعتوا زلغيط أم عبدو كنتوا عرفتوا قديش مبسوطة ومشقرقة. لا شغلة فيها أنا. إيه أم عبدو ما بتطيق على أم صفوان وعندها وضاح بالدنيا، بس أنا من بكرة الصبح بدي روح أعرف شو القصة. لا تروحي ولا تجي الله يرضى عليكي. شو ما ضل بنات، في بنات كتير غيرها. بعرف بعرف ابن عمي، وبعرف إنه البنت انكتب كتابها، بس بكرة بدي روح وأعرف شو اللي صار.
لا واسمعي كمان، الأنكى من هيك إنه أخوك أبو صفوان عم يعرض علي بنته لوضاح قدام الشيخ نزير وأبو عبدو. زكية؟ إيه يا ستي زكية. وهو شلونه بيعرض بنته قدام العالم هيك؟ قال وصل له حكي إنه نحن رايدين للبنت. قلت لك في إنه بالنص، هي كلها عمايل مقصوفة الرقبة مرته، وأنت شو قلت له؟ شو بدي قل له يعني؟ قلت له بصراحة نحن مو مفكرين نخطب له لوضاح، بس يعني إذا رايد تتجوز بنتك بناخذها لديبو. ما قصرت فيه، خليها تجن هي اللي اسمها أم صفوان. يا مو رويدة قالت لي اليوم إنه هي وأمها شافوا مرت خالي أم صفوان طالعة من بيت الشيخ جوهر، وسمعوها وهي عم تقلها لا تنسي لي موضوع وضاح. شو؟ وضاح؟ الله لا يوفقها، شو بدها بوضاح؟ ما بعرف، قال عم تعمل له حجاب لوضاح مشان ما حدا يصيبه بالعين. أعوذ بالله من شر ما خلق. هي مرت أخوكي مو رحمانية منوبة. قلت لكم هاي كرنيبة عم تشتغل من تحت لتحت، وكل شي صار من وراها. إن شاء الله ألف مبروك أختي، إن شاء الله تهني حبيبتي. الله يبارك فيك أخي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك، إن شاء الله بفرح فيك يا حق. لا لسه بكير علي. مبروك رويدة، والله فرحت لك من كل قلبي. الله يبارك فيك يا مرتخي، إن شاء الله بفرحة محجوب. تسلمي. وفيا أمي بدي إياكي بكلمتين. يلا. شو هالخطبة هي يا خانم؟ هيك عالناشف، لا قطايف ولا محلاية ولا كنافة. لك تقبر قلبي شو بتحب بطنك، خلص وحياة عينك، بكرة بقله للعريس يجيب لك رطل قطايف. يا حبيبي إذا بدنا نستنى صفوان معناتها بحياتنا ما رح ناكل قطايف. ليش دخلوا صفوان بهالقصة؟ ليش مو هو العريس؟ رجلي يا رجلي. ايه يا بي، يلا جاي. مسكين رجدي، مفكر انه صفوان هو العريس. والله هالرجدي نهفه، شاف عمي ابو صفوان عند ابي بالمضافه، مفكر انه صفوان هو العريس. شو ديبو؟ ابو وضاح بده يخطب زكيه لديبو، وانت شو قلت له؟ شو قلت له؟ ما هان علي ابنه، قلت له روح اعطي بنتك انت. ايه منيح، ما قصرت فيه. لو رجوب اسكت له. لك انت ليش لا تاخذهم معك؟ ما قلت لك لا تخبرهم وخد معك بس الشيخ نزير. لك يا بنت الحلال، والله انا ما قلت غير للشيخ نزير، هو قال لهم مشان يروحوا معنا. ايوه ودخلك ابو وضاح وابنه يعني كانوا مبسوطين بالخطبه؟ يعني فرحانين له لصفوان؟ والله ما بعرف، بس كانه كان في شيء شاغل بالهم، يعني عمالهم على بعضهم. ما احلاهم يكونوا على بعضهم. إذا أنت العدل أنا رباطه يا أم وضاح، لسه ما شفت شي. الحمد لله هلأ ارتاح بالي. هي خطيت هالطفلة، ولك يا ضلالي طلبت منك خصلة عيني اشتهت تاكلها وما رضيت الطعمي، حتى ابنك وحيدك اللي طفشته وحرمتني منه. لك إلهي ما تلاقي حدا يوقف جنبك. خرسي ليه؟ خرسيتي التانية الله لا يوفق. لك تعي شوفي رجلي مثل النار، لك مثل الطبل مفوخين. يا أبي جيب لك الطشت تحط رجلك بمي وملح، بركض أنا بترتاح. شو هاد؟ لا يا أبي لا، شو مي وملح؟ لا لك، لك زار الملح حقه برغوت، ما بيكفي البرغوت اللي راح علينا وحق العنبات، لسه كمان بدك ترمح علينا برغوت؟ إذا كانوا للبد يا أبي جيبي لي مي بدون ملح، مي بدون ملح الله يوفيك. حاضر يا أبي. شو المصيبة اللي عم تقع علي؟ قولي علي عليك يا مو،
الله لا يوفقك يا ام صفوان، الله يبعث لك الفالج والعمى يا الهي يا حق. تقبرني اللي عم يجعك شيء؟ لا يا امي ما في شيء، بس هيك راسي شوي عم يجعني. ريته الوجع لراسي يا امي. الله لا يوفقهم، الله يصطفل فيهم يا حق. تقبرني رح اغلي لك كاسة خشخاش، ان شاء الله بتشربها ودغري بتنام. شو بدي ساوي بلا مصيبة؟ مشكلة اهلها بكوات وايدهم طايلة. لا ما بيكفي جدبة كمان يتيمة، يعني يمكن ما وراها شيء. بس يلا هي الله عوضني دغري وبعت لي الويدة. بس شو بدي ساوي بسلمى؟ الله يستر. دم معناتها تصاب. مين؟ عصص؟ انت مين؟ العقيد ابو ادهم. اهلين عقيد، خير؟ سمعت صريخ ودبيك؟ ايه والله حراميه، لحقتهم شلفتهم بالشبريه، صبت واحد فيهم، بالظاهر جرحه خفيف قدر يهرب. لك الدم. شو عقيد؟ كان لازم تضل لحقهم هون لحتى تمسكهم. وانت شو شغلتك؟ ليش ما لحقتهم؟ انا عقيد كنت لاطي بهديك اللخته. مرقوا من هون، ليش ما وقفتهم؟ بصراحة يا عقيدي ما استرجيت، يعني هنن ثلاثة وكل واحد قد القديش ومسلحين وأنا لحالي. والله بدعوسوني برجليهن بياكلوني بلا ملح. هيك أحكي، بالعادة العساس بيمشوا اثنين اثنين، ليش لحالك؟ هذا كان أول عقيد، هلا ما عاد في كري وما عاد في عساس، يعني أنا لحالي مكلف بثلاث حارات، شو بدي لحق إلا لحق؟ بس أخ لو كان معي واحد ثاني. شو كنت سويت؟ يعني كنت جبت الضبع من ديلو؟ مين عندك؟ أبو أدهم. وصلت النجدة، منين راحوا عقيد؟ من هون. لحو لحو. طمنيني ان شاء الله غفيت دلال. ايه غفيت. سقيتي هالدواء؟ سقيتها اياه بس استفرغته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قربي لقلك قربي. خير شو في؟ اسمعي لي هالصوت، مو كأنه صوت حرمة عم تستغيث؟ هذا من عند ام تحسين. ابنة تحسين تقلع من البيت والمرة صفيت لحالها وهي مريضة وباركة. شو رأيك نروح نشوفها؟ عمرين وما يراح لعندها، شو بدنا فيها؟ لا يا حرمة شو هالحكي هاد، ما بيجوز. المعاملة مع الله مو مع العبد، يعني قد من كان الحرمة وحدانية وغريبة ومريضة لازم نروح نشوفها. فوتي فوتي نغير أواعينا ونطلع نشق عليها. شلون نفوت وما في معنا مفتاح؟ كيف فوتي فوتي أنا بدبرها. خليني فوتك من العتبة وتنامي فوق راحتك. الله يوفقك. أي 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 لك على مهلك. لك أي الله يوفقك تبحتيك. ولك الله يكسر عيونيكي. لك شوي شوي علي. لك الله يخرب بيت قلبك. لك أي شوي علي. دخيلك دخيلك يا أبو محمد، ريحة بتلعي المنافس. لا أو مو عجبك كمان؟ لك وين رحت وتركتني لحالي؟ لك الله يوفقك. لك يا ابنة، لك يا ولادي لك. شو هالحكي هاد يا بديعة؟ حرام هيك ما بيجوز. فوتي فوتي نطفيها. ليكي شو فيها؟ إذا بدها أكل جيبي لها أكل طعمية. والله مو ناقصني أنا كمان. طيب روح على البيت جيب لها شوية شوربة. ليك الطنجرة فوق الكبك. يلا. وين كاين ابو محمد يا الليل؟
بالجامع كنت شفته. وين بدك؟ شو وضح لساته نايم؟ ايه ابن عمي، لانه بالليل ساويت له خشخاش وسقيته اياه، قلت خليه ينام ويرتاح. يرضى عليكي بلا هذا الخشخاش، لا يقوم يتعود عليه وما يعود يقدر يقعد بلاه. شو بدي ساوي؟ ما كان يقدر ينام. قولي علي رح يجن الصبي. لكان بكره الصبح بنطلع لنا على المزرعه شي يومين ثلاثه وبناخده معنا، بلكي بيفضى باله وبيقدر ينسى. قولي علي، شلون بده ينسى؟ قلبه متعلق فيها من وقت كانوا ولاد صغار. رويدا، بس نرجع من المزرعة شوفي له شي بنت حلال واخطبي له اياها. لا، قبل ما اشوف له حدا بدي افهم شو صار مبارح. هلأ رايحة لعند ام عبده وافهم منها القصة من طقطق. للسلام عليكم. بلا طقطق بلا بطيخ، اخواتك اتفقوا ومش الحال. وبعدين ابو عبده ما راح يفضل ابنك على ابن اخوه. ابو عبده بيحبه كتير لوضاح، وين ما قعد بيمدح بأخلاقه وبأدبه، وما بيقول عن صفوان إلا هالمعنطاز والمقفقف. على راحتك، بدك تروحي روحي. الله يسامحك يا رويدة، الله يسامحك. تفضل، شو بك؟ قولي على أنتي، في شي عم يجعك؟ ما في شي أختي، ما في شي، شوية وجع راس. سلامة راسك. وين أمك؟ راحت على بيت خالك أبو عبد. شو؟ وشو راح تتساوي هنيك؟ رحت تشوف شو القصة وليش هيك عملوا معنا مبارح. وليه ما خبرتوني قبل ما تروح؟ لقيتك نايم ما حبيت انزع عليك النومة. بس ما كان لازم تروح لعندهم، يعني نحن من عنا وهن من عندهم. طول بالك أخي، بيضلوا بيت خالنا طول عمرهم بيحبونا وبيريدونا. ما شاء الله، يخزي العيش وبيحبونا وبيريدونا. وضاح، لا تظلم بيت خالك، وخاص نصر رويدا. مين؟ رويدا؟ لك أنا سمعتها بإذني عم تقول له للشيخ موافقة. شو بدك يعني؟ كذب حالي؟ كذب أدنية؟ يا ميد، أهلين وسهلين ومرحبتين بأم وضاح. أهلين وسهلين بالغالية تقبريني. أهلين. يو، وين سميحة؟ ليش ما جبتيها معي؟ ما اجيت. يو، ليش بقى؟ ما لا فاضية يا مو. نحن هلأ بدنا نروح على بيت عمك أبو عبدو. شو عليه؟ يلا قوموا روحوا. يا مو، بدنا نروح على بيت عمي أبو عبدو ولا على بيت أبو خيرو بالأول؟ لبيت عمك أبو عبدو بالأول. شو هذا بيت أبو خيرو؟ بدنا نروح نعملها زيارة لأم خيرو. ليش، من إمتى في زيارات بيننا وبين بيت أبو خيرو؟ شو فيها تقبرني؟ لا يا مو لا، شو هالحكي؟ أبي طول عمري يقول عن أبو خيرو إنه داسوس للسرايا وبيته ما بينفاد، شو قلنا بنروح نحن؟ ما في لزوم، ما في لزوم، شربانة قهوة وجاية، عادي عمتي عادي. يو، شو هاي ما في لزوم؟ أنت تري رويدا، أعملي فنجان قهوة لأم وضاح. شبنا أم وضاح؟ كل عمرك بتيجي خاص نص مشان تشربي فنجان القهوة من إيدين رويدا، شو عدا ما بدها تقبريني؟ ولا ليكم بدك تعملي عليها حماية أم وضاح؟ حماية؟ بسلامة حماتها يا بعدي. أم وضاح، شو قصتك اليوم؟ ليش مين إلي حماية غيرك يا بعدي؟ غيري أنا؟ لكان مين حماتها؟ شو فكرتيني ما دريت باللي صار مبارح؟ يو، فضايل الله والنبي. إيه والله يا أم وضاح، ما عم بفهم عليكي كلمة من اللي عم تقولي اليوم. عم بحكي على خطبة رويدة على صفوان والفصل اللي عملتوه مبارح معنا. عم تغشمي حالك ما هيك؟ مفكرة إنه هي قصة بتتخبى. الكتاب اللي انكتب مبارح على صفوان مو على وضاح لجننيني ام عبدو. يا ام وضاح، انتي لجننيني؟ والله ما عم بفهم عليكي كلمة من اللي عم تقوليون. افهمي علي، ابني وضاح مبارح شهد على كتاب رويدة على صفوان ولسه بتقلي لي حماتها؟ خليني على انتي رويدة. ابعتي هلا شو صار للبنت يا عمو. يا عمو رويدة، ابعتي جيبي ماي لصحية. اوام تقبريني، اوام رويدة يا عمو تقبريني على قابتي. شغلي ما بتصدق لك عفاف. طب ابن عمي ابو وضاح ليش ما حكى لك؟ ابو وضاح زلمة معدل وبفهم الاصول. هلا ابو صفوان طلب البنت من اخوه، ام اخوه وافق، ابو وضاح شو بده يقول؟ بيني وبينك انا كنت اتدخل، بس ابو وضاح غمزني انه ما احكي.
يا ريتك حكيت يا ابن عمي. يا ريت. لك عمتي اللي مكتوب عجبين لازم تشوفه العين، وكله اسمه ونصيب، بعدين بضل صفوان ابن عمك ومن لحمك ودمك. دخيلك يا عمتي، هتجيبي سيرته قدامي. يا ما تقبري قلبي، سلمي امرك لله يا حبيبتي. آه يا يا امي يا رويدة، برضاي عليك لا تخلي حدا يشتلك. والله اذا دري ابوك واخوك انه ما بدك ابن عمك ليقيموا الدنيا وما يقعدوها، وخصوصي انه كتب الكتاب. سامعه؟ اكيد هي اجت الكرنيبه. دخيلك يا ماما، ما بتشوفها. موت حالي. ها ما بصير يا عمتي، ما بصير، ما بدنا مشاكل، الله يرضى عليكي. ما بتشوفها لا هي ولا ابنها ولا بنتها. خلاص يا ابو، خلاص صلي على النبي، رح اقول لها انك مريضه. ما بتشوفها. عمتي الله يرضى عليكي، لا تضربي حالك، ما بصير، ما بيجوز. الله لا يوفقك يا صبحي يا رب. شايف لو مويت ضربي شوي على اي الحلال كان روحها لك. اخ يا ابو علوش، انا كان بدي منكم تاخذوا الشبريه تبعه. تعرف اذا اخذناها منه بيوطى راسه طول عمره. شو هالشغله دخيلك؟ بينزل على سوق سلاح وبيشتري وحده غيرها ومن دون ما حدا يدرى. لك هاي شبريه العقيد عياش عمرها اكثر من 100 سنه، ومحفور عليها اسم العقيد عياش واسامي العقد اللي استلمه من بعد منه، والسيف مثل حكايته، والمختار وعضوات الحارة بيعرفوها منيح. قد ما تقلدت بيطالعوها من بين 100 شبرية. ومينو هذا العقيد عياش؟ هذا جد العيلة، وفيك تقول جد الحارة كمان. بس إذا بحصل شبرية عياش من أبو أدهم فيني أخذ فكاكها شو ما بدي. إيوه هي بسيطة، منلاقي له دوبارة ومنشلحه إياه. لك آخ صعب يا أبو ألو صعب، هذا أبو أدهم مو لعبة. وما أبو علوش، لفلنا سيجارة، شايف حالتنا؟ بعيونك بسرعة. شوينا وفيقة، مالي شايفتها؟ يو وفيقة يا بعدي نايمة بغرفتها، ما بتفيق لأدان الظهر الخانو. يا الله يعينها، محجوب ما بينيمها الليل مثل العالم والناس. يو شفناها قبل محزوق وشفناها بعد محزوق. شلونك موضع؟ منيحة إن شاء الله عبال وضع. بوجود الله ووجودك مرتخي. ما باركتي لي بخطبة صفوان؟ مبروك. شو وين عروستنا أم عبدو؟ عروستنا فوق بغرفتها تعبانة. يو سلامتها سلامتها، ما عقلبها شر. شو عم يوجعان؟ راسها. سلامتها، لقوم شوفها لك. لا تقبريني، ريحي حالك. رويدة مرضانة ومو خضرانة تشوف حدا. سلامتها. الله يسلمك يا مو. قومي روحي لعند ام خير وبس نرجع نشوف رويدة. يلا ما عبدو خاطري. يا وين موضح؟ والله لسه بكير. ما بيجوع منك تغريني، معلش خليني امشي. الله معك، تعالي لعنا. نحن لازم نجمع كل شباب الحارة ونعمل دور بنطارة. الحارة إذا ما حموها شبابها ما حدا بيحميها. ومثل ما قال لك العسسي، عسس عنا ما ضل. العسس أول ما عم يشوفوا الحرامية عم يهربوا ويتخبوا. يعني نحن المفروض يتعاون معنا الكركون. أنا وكركون مختار، جماعة الكركون بربوتين تشتريهم. ما شفت على الفصل اللي عاملينه مع ابو نجيب لانه ما اعطاهم عنيب ببلاش؟ اخذوه على كركون وعملوا له فلقه من كعب الدست. بيني وبينك بيستاهل. وقال شو التهمه؟ عم بيسب السلطان. لعند لا تزعل مني، كان المفروض تخلصوا منهم. لا لا وضح، انا قصدها خليه يتربى ويرجع مثل العالم والناس. الله وكيلك عم يصلني اخبار انه مرته واولاده ميتين من الجوع، وحرمته مريضه وعم تموت، حكيمه عم يجيب لها كعتوت. يا سبحان الله، الله بيخلق أخيه ما بيخلق طبعين. قديش في فرق بين أبو نجيب وبين أخوه أبو فارس؟ أه يا مختار، شو جاب لشاب؟ أبو فارس رجال معدل وكريم، واللقمة اللي بتمه مو له. ليك وهجم للحارة من وراء أبو نجيب. بالإذن. الله معك، مع السلامة. السلام. الله معك. أم عبدو شوفينا ياها، بركة دم بتكون فائق.
مين؟ وفيقة؟ لا، رويدة. قلنا لك ام صفوان، البنت مرضانة ومالا غدرانة، ان شاء الله مرة تانية بتجي وبتشوفيها. شو قصدك يعني؟ نقوم نروح؟ يا قومي روح على بيت ام خيرو. لا ما هيك قصدت، بس مشان يعني ما تعطلي حالك على الفاضي. ايه والله معطلة. قومي ياما، قومي لنمشي. خاطرك ياما. مع السلامة تقبريني، والقلب داعي لك. يعني هي لما كانت عم تقول الشيخ موافقة، كان قصدها موافقة علي أنا؟ إيه ياما، مفكرة عليك أنت؟ قولي علي شو عملت بحالها لما عرفت الحقيقة. ياما، يعني كمان مرت خالي ما بتعرف؟ إيه كمان ما بتعرف، أنا كنت ظالمتها وفكرتها عم تتهرب مني، بس لما شفت وشها لما قلت لها اتأكدت إنها ما بتعرف. يا ريتك ما حكيتي لي يا يامو، يا ريتك ما حكيتي لي. حكيت لك يامو مشان ما تظلمها هي وامها. بس هذا الحكي ما بيجوز شرعا، خالي لازم يعرف. لا ايوه، شو يعرف؟ يعرف البنت ما بدها ابن عمها لانه بتحب ابن عمتها؟ اي والله بيذبحها. يامو خالك ابو عبدو انت ما بتعرفه، هذا غير ابو صفوان بالمره. معلش يامو لا تزعلي مني، بيت خالي ابو صفوان لا بقى تجيبي لي سيرته بنوم. هارد العرس سويس هارد العرس سويس هارد العرس سويس هارد العرس سويس شو حضرت الخلعة مشان سيادة الشيخ؟ شو خلعت شو يا رجل الناس عاجة حالة؟ شو بنا ما لك شايف الغلاب ما رشا علي؟ هيا والله عديش بني بطلع عمي بيت لتشهر يا سيدي بدك تقول الطاقة ايسا يا الله ايسا حدا يا الله اي شاب ابو نشيب عم يتمعي يلا سيد راشين ابونا نشوف يلا شبك ابو نجيب قول السلام عليكم بالاول السلام عليكم سيد راشين بسطت هيك ناولنا لا تزعل ابو نجيب السلام مع الله لك اخي فهمنا والله فهمنا السلام عليكم ناولونا الكل ليش هالهلال هل سيد راشين هل امبارح المغرب هل ايه بس هالشهر ابو نجيب ما راح يطلع لك نص مجيب ليش بقى سيد راشين انه عملت تصليحات لسقف الدكان كلفوني 4 براغيث الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا فادي ليش بصلحها؟ أنا بصلحها براسي بصلحها، ليش تخسرني 4 براغيث؟ ايش شو كنا عم نحكي نحن؟ كنا عم نحكي على غلاء الأسعار اللي صايرة نار، الله يشيلنا من أعظم. إي والله الله يجينا من شي أعظم. ليش في أعظم؟ لك ما في شي أعظم. إذا وصلت الحرب لعنا، الله يشيرنا ويكون بعوننا. سيد راسي، تحس بس خلصني حاسبني. تعال حالي شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلين محمد. عليكم السلام. تفضل تفضل. زيد فضلك مستعجل شوي دكانتي مسكره. لا قعد لك شوي العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. عود ديبو صب قهوه لمحمد. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين بالمختار. اهلين بالشيخ. اخ شو شايفك مو على الحشيشه شبك؟ والله جاي مشان التحسين. خير ان شاء الله عم تضايقكم مثل ابنا. والله يا مختار امبارح وش الفجر وانا عم صلي الصبح سمعت لك صوت حرمي عم تعن وتستغيث. ايه قلت لها لحرمتي قومي لنشوف الصوت من وين جاي ولا بيطلع لك الصوت من ناح دار ابو تحسين والصوت صوت ام تحسين. يا مو يا مو يا مو صالحة انت خليكي جنب امك انا رايحة نادي لخالي ام شاهر خليها تيجي تشوف شبهها. ناولنا سيد راسي الله يسلمك اياك ان شاء الله ما جاي الهنا الحمد لله. لكنه بس بدي افهم انه شلون متحمل الفروة الدنيا حرائي مالك شوي؟ اه تقول لك عمول شو متحمل هذا اللبس مالك مسوب؟ حنا يلا اخو البدو نقول ها ان يلي يرد البرد يرد الحرب. اوزع شو هاد شي راسي؟ مأمل كمان؟ ها عمول في كمل؟ ليش هالبني ادم يخلى من الجمل؟
الله لا يخلينا منه. الله لا يوفق. ليش تدرس الله لا يخلينا منه؟ ليش البني آدم ما تخلى من القبر؟ غير يوم أن يموت. يي كش مرة وعيد، كش مرة وعيد، أعوذ بالله منك، كش مرة وعيد. عودة عليك. يا محمد ما قلت لي إن شاء الله البنت الله عافالك ياها. لا والله يا شيخي لسات على حالها وحاطين عيننا بعين الله. يعني ما عم تتحسن النوم؟ لا والله يا مختار كل مالها لورا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا ديبو. أهلين عمي أبو صادي. المختار جوا؟ إيه مختار جوا، تفضل تفضل. يا الله تفضل عمي أبو صادي، تفضل تفضل. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا أبو صادي الحمد لله على السلامة. تسلم لي يا مختار. هي وصلتي، لسه على بيتي ما فتت، بس إلك معي سلام من الشيخ وضاح أبو نمر. يا سيدي الله يسلمك ويسلمه، شلونه شلون صحته؟ والله بألف خير من الله يا مختار، وبعدين بيسلم عليك وبيقول لك صار لازم تخطب للمحروس وضاح لحتى يوفي ندره، لأنه إذا ما خطبت له هي الصيفية راح يجي هو بنفسه وياخده معه ويخطب له أحلى بنات العشيرة ويجوزه إياها. خلاص ولا يهمك، راح نخطب له عن قريب إن شاء الله. على خير، يلا بالإذن مختار. لك عود شرب لك فنجان قهوه. ما بقضي، معي ضيف تاركه بالطنبور. لك شو هالحكي، شلون ضيف وتاركه برا على الطنبور؟ بصير هيك لك يا ابو صادي؟ مستعجلين شوي يا مختار. ومن هو الضيف؟ هذا حكيم من عشيره الشيخ وضاح، جاي معي ياخذ شويه عطاره من الشام. حكيم؟ ايه حكيم. ابو محمد طالما هذا حكيم خلينا نشوفه، بلكي ربك بيشفي الصغيره على ايده. يعني هو شاطر فهمان؟ قد ما قلك شاطر قول أكثر. هذا حكيم عشيرة الشيخ وضاح، وكل العشائر القريبة منها تتحكم عنده. ناديله لكار الله يرضى عليك. تكه بيكون عندك مختار. تسلم. إن شاء الله بيطلع فهيم وبيصير خير، إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يا أم نجيب، أم نجيب. يا أم صالحة، جيبي لي طاسة المي. هاتي يا أمو، هاتي يا أمو بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدي الله يا أم نجيب، وحدي الله. تقبريني، شو اللي عم يجعك أم نجيب؟ بشو حاسة؟ يا أم نجيبة، شو في عندكم أكل؟ شو في طبيخة عندكم؟ هاتوا لنطعمية لأمكم. خلاص يا أمو لا تزعلوا، أمكم ما فيها شي، لا تتضايقوا، خلونا نطعمية. يلا قوى، مالنا طابخين شي، أبي ما بيخلينا نطبخ شي. يو لكن شو بتاكلوا؟ أيام ناكل خبز وبندورة وأيام خبز وبصل. طيب يا أمو الله يرضى عليكم، قطعولي عن قدين عنب من العريشة تبعكم مشان طعمية يا أمو. أبي ما بيهون علينا نقطف عنب. شو ما بتتغسلي أنت وأختك؟ بلا عم بتغسل بس بمي على الحل، يعني من دون صابون. يا مو ابوكم ما جاب حكيم لامكم؟ ما رضى، ما معه مصاري. انت فرد بيوزع ساكر. امرك افندم؟ انا بدي فرد بجهه شرقيه. ممنوع يدخل الهاره. نواب، درجات، طنابر، كلكم ممنوع. حاضر افندم. وبدي فرد بجهه غربيه. مفهوم؟ امرك افندم. تمام. السلام عليكم. شو بالضبط؟ شو في بالحارة؟ في سيارة للشيخ جورا. شحنيت مستنفر الكراكوغو؟ اي نعم. ما يخالف، الحين نشوفها بعون الله. يا سيدي كتر خيرك، بس درنا بالك عليها، هي الصغيرة بنت أخونا أبو محمد. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. كأني سامع صوت الطول بالحارة، ولا أنا غلطان؟ لا ما أنا غلطان، هذا الشيخ جوهر عامل يومي سيارة مثل المشايخ أهل الطرق. أهلين شيخي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دع الخلق للخالق يا شيخي. يا سيدي هذا الزلمة مدعي وكذاب وبيشتغل بالسحر والشعوذة، واللي بيكون هيك مشرك بإجماع العلماء. الله حي الله حي. الله
سبحان الله شلون النور عم بيطلع من وجهه. لك زلمه من اهل الله الله ينفع له ببركته. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف على الخزعبلات شو صلي على النبي ابو خيرو الزلمه بطريقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مين لك محمد؟ والله هيك بيقولوا. هيك بيقولوا مو صح هالكلام. اهل الطرق اتقياء يا ابو زهدي، لا عندهم لا سحر ولا شعوذه. اصلا هي السياره حرام شي فيها، هي مو له. شايف شايف كيف عم يطلع عليك؟ اكيد عرف انك عم تحكي عنه. ايه بعرف، بزماناتي انبهت له وبيعرف اني ما بحبه. والله يا حكيم كل وقت اسهال ومقايا ما بتحسن بنوب بنوب. عوذ بالله عوذ بالله. قوم يا اخوي قوم قوم يا اخوي قوم. شو حكيم؟ شو بهالبنت؟ حكيم هيك؟ شو حكيم طمني شو بهالبنت؟ والله يا اخوي البنت حالتها ما تطمن. شو قصدك حكيم؟ شو يعني ما بتطمن؟ محمد طول لي بالك شوي، صلي على النبي. هذا المرض والعلم عن ضله هو الهوى الاصفر، وهذا وبا وما له دواء. يا لطيف لا تقولها يا حكيم، من شان الله لا تقولها. ولي ولي دخيلكم دخيلكم يا امي يا دخيلكم يا دخيلكم يا ابي يا ابي تعال شوف امي مدري شو صلى. يا امو يا بديعة يا بديعة شو صار لك؟ بديعة يا أبو هاتي مي يا أبي هاتي مي اصحي يا بديعة اصحي. عسل يا فخري قبل ما تكنس فيها نع شوي بالمي مشان تطرح. ايه مشي يا عسل. شو بابا نجيب؟ يا عمو لك هذا جربان؟ لك لا لا هذا مو جرب يا عسل. مالك شايفه كيف عم يمسك الأملة هيك ويكبها على جنب؟ ايه والله ابو نجيب شو بدك انت الثاني شي راسي؟ تاخذ دواء ولا ما بدك تعال؟ ايه على راسي يلا. هلا اذا اعطيته كم صابونه وسم الامله بيستعملون ولا بيبيعوا؟ والله ما بتعرف هذا ابو نجيب عمي انا ما بستبعد انه يبيعوا اذا صح الزبون. ايه والله بيعملها. قلت لك اشوف ان شاء الله حقه المصاري هدول. لا لا ابو وضاح حسب عنا بتقول لمرتك تستعملهم ثلاث مرات بعد الاكل. ايه الله يخلي لنا المختار يسلموا يسلموا يا ابو صفور. هو الله معك حبيب قلبي حبيب قلبي الله يخلي لنا اياه. ابو نجيب نعم شو بدك انت الثاني سيد راسي؟ تعال لك تعال شايف هي جينا. ابو صلاح بده اياه. شو بده؟ ابو صلاح خلصني مستعجل بيستفزك. ايه ابو نجيب نعم شو هي اللي كبيتها وراه؟ شو كبيت؟ ما كبيت شيء انا ما بكب شيء. ايوه ابو نجيب ما بكب شيء شو بده يكب يعني؟ ذكر عمل فراري لقطوا حكم عليه بالاعدام. بتضحك والله ضحكتني. ابو فخري نعم في عندك زبون بالمحل. وينه؟ روح ليه؟ يلا ليه؟ عمرك شو سيدي؟ مسيك ابو نجيب. شو هات سيدي راسي؟ هلا انت مسيك شايفه؟ هاي مسكنا تفضل. هدول بتذوبهم بسطل المي وبتفرك راسك وبدنك منيح، بعدين بتشلح وعيك وبتنقعهم بهالميات، ونفس الشيء بتسوي مع عائلتك، مفهوم؟ طيب مشان شو سيد راسي؟ مشان الأمل. أنا ما أمل؟ أمنت بالله، هاتن عمي. لا خلاص خلاص شبك شبك متعصب دغري، عم نحكي عم ناخذ ونعطي. هدول سيد راسي قديش بدها حقهم هاي تقريبا؟ لك عمي ما بدي حقهم. ما حلاك باخذ حقهم يا ابو صلاح، بس عم نسأل عم نسأل قديش بدها حقهم؟ اربع براغيث. اربع براغيث؟ يا لطيف. يعني اذا لقيت لهم زبون بثلاث براغيث بياخذهم هي؟ لك ليش لحتى ما ياخذوه؟ ها هذا الحكي. والله ممكن عليك ابو صلاح. ابو نجيب يحط اربع براغيث مشان كم امله. الله يصلحك، الله يصلحك الهي. يسلم والديك. يقول عافية. الله يعافيك يا مو. سيب حساب شهيرة يا مو. تكرم يا مو عملت لها أربع طرطار. إيه عاد
مسيك تقبر نيكول، هي جوز نظيف. اي والله. لكن ان شاء الله هنا وعوافي تقبر قلبي. على قلبك يا خالد. يا مو، ايمتى بدك تفرحني فيك وشوف اولادك قبل ما اموت؟ عيني شرع عندك مين؟ يا مو، هي بنت ابو وضاح انخطبت لابن ابو خيره، هيك قالت لي ام نصري. وبنت ابو عبده انخطبت لصفوان ابن ابو صفوان. وبنت ابو خيره بكره بتنخطب لك امي، بقى برضاي عليك، خليني اروح اشوف لك اياها. ابو خيره ما بيعطينا. يو، ليش ما تصالحتوا انت وياه؟ بلا تصالحنا. بس الزلمه بيصالحنا على عيون الناس، بس قلبه من جوا ما عم يصفى ناحيتنا يا عمو. انت ما عليك تقبرني. انا بحكي مع ام خيره وهي بتخليه يوافق. ام خيره ملسنه وبتعرف شلون تجيبه على الطابه. امي انا ما بدي جماعه يخجلوكي. احنا بيت العياش. ولا نسيتي؟ لا يا عمو ما نسيت. بس انت ما عليك. انا حاسه انه هالبنت من اسمتك ونصيبك. لك تقبر قلبي شو مجذبة. والله والله يا أمي إذا شفتها ليطير عقلك فيها. الله يستر عليها وعلى حليماتنا. خلص أمي، شوفي أنت شو مناسب وأنا جاهز. وأنا بقول لك آمين. لك والله يا بيت أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. الأخ حكيم عشيرة الشيخ وضاح المطلق، أكيد بتعرفه. أنا اللي بعرفه والله والسبعة نعام. بتخلك بدي أسألك، لقيت دواء للجدري؟ لا بالله يا اخوي ما لقينا لها بعد. يا لطيف، الله يلطف فينا يا رب، الله يلطف فينا. هلا من شوي كنا عند بيت ابو محمد والحكيم شاف بنته. ها؟ شو لقيت فيها حكيم؟ والله يا اخوي البنيه والعلم عن ظله معها الهوى الاصفر. هوى الاصفر؟ هلا انا اول ما شفتها اجى ببالي انه يمكن يكون هذا هوى اصفر. بس يا حكيم الهوى الاصفر بيأذي الناس اللي حواليه، وهي البنت صار لها زمان مريضه واهلها حواليها ومنعدوا، معناته مو هوى اصفر. أنا لح أقعد عندها وما لح أترك بنوب. ودكانتك ورزقتك، إيه والله منموت من الجوع. في لنا رب ما بينسانا يا حربي. الله يخليك، خليني أنا عندها، وأنت دير بالك على الدكانة وعلى البنات. عامل لك لا. وأنتوا يا بي، أصحكم ها، أصحكم حدا منكم يفوت لعند أختكم. يا بي والله ما عم نقدر نبعد عنها. لا يا بي لا، الله يرضى عليكم لا تفوتوا لعندها. بكرة إن شاء الله الله بيعافينا إياها وبتضلوا قاعدين معها لتشبعوا منها. بديعة، إذا بتفوتي لعند دلال أنت أو أي واحدة من البنات بتكوني طالق. لا يا رجال، ليش هيك عم تحلف علي بالطلاق؟ هيك مشان ما حدا منكم يفكر يفوت لعند منوب. يا أبي عدو عدو، لا حدا يتحرك من محله. إيه يا أبي جايكي. حسبي الله ونعم الوكيل. لك انت الواحد كيف بده يتعامل معك؟ يلا تعي بلا لعي، تعي غيري لي وساوي هالأوضة وغلي لي شقفة عقيدة. حاكم صلي زمان ما نتفته لوشي مشان تنتفي لي. وشو رأيك كمان جيب لك الماشطة فرد مرة؟ عم تتمسخري علي يا فلتانة؟ ولك فريدة والله بقيت لك وحسب الله ما خليك. يلا 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 تعي نطفي لي، يلا تحركي. ولك انا عم بتحملك كرمال المختار ابو وضاح، بس والله اذا بتزوديه بخدمك عم تفهمي عيونك هدول بشيلهم. يا طلال خالي هالحكي ما بينفع. إذا ما طلع لك هيك شوارب مثل خالب صرت أبضاي وزقرتاوي. نصرة علمناك يا زقرتاوية؟ أبو عم يعلمه أخي، أنت ريح لحالك. إيه والله أبشو ماشر واي بالخير، رجال أبضاي ومعدل وزقرتاوي. يا مو نعم. هاتي لك شي رغيف سخن نتسلى فيه. لا تقبرني هدول الخبزات لأم وضاح،
ما بيجوز نقرب عليهم، روح جيب رغيف من بيت المونة. اوه لا يا مو، انا اشتهيت الرغيف سخن. طيب روح جيب واحد من بيت المونة لابدل لك يا ابو حتى ازا. طيب ماشي يا مو. نعم. لقيتي لي شي عروس تازة للناس يعني؟ هلا شو بدي اقول لك لك ابني، كل ما بروح لعند جماعه لشوف بنتهم بلاقيها مو كل هالقد. مو كل هالقد شلون يعني؟ مو كل هالقد يا مو؟ لك يا امي ما عم لاقي له وحده تليق فيه. يا مو العروس الخبزات ببيت المونة؟ ايه يا مو بطش اتعرف. هلا يا مو بكل الحارة ما لقيتي لنصري عروس تليق فيه؟ شو بدك يعني قل له؟ قل له ما حدا عم يرضى فيه؟ اكسر بخاطره يعني؟ ايه هو يبطل هالكذب بالاول. لك يا بنتي يا حبيبتي صرت قايلت له 100 مرة يبطل هالكذب، بيقول لي انا ما بكذب، انا كل شيء بحكيه بيكون صاير معي، إلا مين بده يطلع؟ في غير الأبو؟ الله يخليك يا مو لا تجيبي سيرة أبي، الله يرحمه. بنت أخوه ما رضيت تقابلنا ولا طلعت تسلم علينا. اوف وليش بقى؟ أنا مرضاني يا بعدي. وبركي كانت مرضاني عن جد. هلا لا تقعد دافع عن بنت أخوه. لك يا مرة والله حيرتيني، مو أنت قلتي إنه بنت أخي رويدة أحسن من بنت أختك ومن بنت أختي؟ بلا، بس ليش عملت هي وأمها هيك اليوم؟ ما بعرف. لك ما بصير هيك يا بنت الحلال، ما بصير هيك، ما بصير تحكمي على العالم من أول مرة. اسمع عدنان، أنت لازم تروح عند أخوك وتقول له يرصن شوي مشان يبطلوا هالحركات، وتاني شيء نحن لازم نعجل بالعرس. لك ايه ما في مشكلة ما نعجل. احكي مع اخوك يعجلوا بجهاز البنت وانت نزل على السوق جيب المراية والتخت والصندوق. ماشي. شو بدي اقول لك؟ صفوان وين وما شفته على العشاء؟ يقبر قلبي، اخذ على خاطره من الفصل اللي عملوه بيت اخوك اليوم. معناتها بتحبه لوضاح افندي؟ مريضة وما فيك تشوفي حدا؟ فاكرين الحكي بيمروا علي لأني أجدب أنا؟ بسيطة يا رويدة خانة، وأنت يا وضاح عامل لي فيها عشق وغرام هيك. ومع مين؟ مع بنت عمي، لحمي ودمي. بكرة بس تصير عندي لكل حادث حديث. وهديك التانية والله أبي ما يدرى بالخمسمية ذهب المؤخر لحتى يطير العقل تبعه. هو كل أملاكه مع البيت يدوب يطلعوا 200 ذهبة. أنا رح أحكي مع الباشاويش رئيس الكركون، برقدا بخليهم دوريتين وطول الليل. هذا مظبوط. إيه يا أخي وضاح، هذا الموضوع خلصنا منه. هي المبلغ اللي اتفقنا عليه مشان أبو صلاح. الله يسلم الدولات يا أبو عبدو، يكثر خيركم جميعا. ايه يا جماعة، نحن حكينا قبل هلا مين منا نضمه ليصير عضو من عضوات الحارة. والله شغلة بتحير يا مختار، يعني كل رجالات الحارة وكباريتها خير وبركة، وكلهم بيرفعوا الراس وبيبيضوا الوش. في عندك هاشم أفندي أبو خيرو، في أبو صفوان، في أبو رضا، في أبو محمد السكافي، في أبو ياسين الخضري، في أبو فخري، يعني شو بدي عد الكل لعد الكون؟ شو أبو زهدي؟ ليش نسيت أبو نجي؟ والله والسبعة نعام، لازم نستأذن أبو وضاح وناخذ منه المخترة ونعطيها لأبو نجيب. يا سيدي أنا حكيت مع أبو ياسين ومع أبو رضا ومع أبو فخري وكلهم اعتذروا وقالوا مالهم فاضيين، وحكيت مع هاشم أفندي نفس الجواب. لذلك ما بيقدامنا يا جماعة غير أبو محمد، شو رأيكم؟ بس يا أبو وضاح بلا منقودية، يعني هذا الزلمة غريب عن الحارة، يعني ما بنعرف لا أصله ولا فصله، فمنخاف الناس تنتقدنا ويحطوه علينا وحدة. والله أبو أدهم معه حق، بس الرجال صار له عايش زمان عنا بالحارة وما شفنا منه إلا كل خير. إي نعم، ومثل ما بيقول المثل من عاشر القوم 40 يوم صار منهم وفيهم. والله يا جماعة أنا رأيي من رأي المختار. والله هو الزلمة معلي حكي منوب، بيضل حاسس إنه غريب، بركدا إذا صار عضو ما بيعود بحس بالغربة. أنا مالي اعتراض على الزلمة، بس أهل الحارة ما ينتقدونا، وإلا الزلمة والله على عيني وراسي. تسلم يا أبو لطفي، أنا كنت قلت أبو صفوان بس ما بيسوى أبو صفوان لأنه أخوه أبو عبدو معنا من العضوات. مظبوط. أنا شايف أنه أبو محمد أنسب شيء، شو رأيك أبو دا؟ والله أنا مع الأكثرية، إذا هيك شايفين أنا معكم.
بسيطة، دواكي عندي. وين كنت وليه؟ ولك اصلا انت ارزل من اللي بعتوكي لعندي. اسمعي وليه؟ انا واللي بعتوني اشرف منك من اللي خلفوكي، بدك تتأدبي ولا لا؟ شو بدك تساوي؟ شو بدي ساوي؟ هلا بتشوفي. ولك بدي أدبك. وما خيرك بحبك. ونطف لك لسانك قبل. انا مشغولة انا. والله لجنني. والله بدك شو عم يصير؟ انت يا والله ما عم يصير. والله ما عم يصير. مين انا؟ ما سمعت. مين؟ بصير اللي بدي اياه. صرتوا عاملين اجتماعي، لا دعيتوني ولا دريتوني، لتكون نسيانين انه انا واحد منكم. لا يا ابو صلاح لا، انت مالك ثقه فينا؟ لا مشيت هيك وهذا الاجتماع. لك يا اخي وقت عملنا هذا الاجتماع كان قد بليله مسروقه الدكانه تبعك. فشو قالوا الجماعه؟ قالوا الله يعينه هلا بيكون متضايق، يعني مصيبه وصارت معك، فمو خرج اجتماعات انت. وهذا الاجتماع الثاني؟ يا سيدي صدفه، جيت عند المختار لقيتهم مجتمعين. شلون بقى؟ صلاح مور مختار عضوات الحارة أمنوني وصل لك الكيس، تفضل. وشو في هذا الكيس؟ لك أخي أنت خذ من إيدي، شوف شو في بقلبه بتعرف. في مصاري ها؟ إيه نعم مصاري، وهذا الحكي بيناتنا. يعني المختار وأعضوات الحارة حبوا يساعدوه بالنسبة للسرقة اللي صارت بالدكانة. انت تضررت كتير لك يا أبو صلاح، ما تضررت، ضررت كتير. أيوة هلأ فهمت ليش ما دعيتوني على الاجتماع. هاي هي. وما لقينا أنساب لأبو محمد وضمن مشورته، بس يعني بجوز ما يرضى. مين أبو محمد عمي؟ أبو محمد سكافي ما غيره، جاركم. أبو محمد سكافي بده يصير عضو بالعضوات؟ أي شو عليه؟ شو عليه؟ واحد غريب من برات الحارة بصير عضو العضوات؟ يعني بصير أحسن من كل الحارة؟ لكن يا أبي في هالأيام صاير الغريب أحسن من الأخ. فرعز لك؟ أنا ما نبهت عليك قبل هالمرة، لما بتحكي الكبار أنت بتخرس، وهي رح أعد لك يا مرة تانية. لما الكبار بتحكي أنت بتحط تمك في المية عطية أو بتخرس، فهمت؟ خلص يا أبي خلص، طلع لبرا، طلع ما عاد تدخل هيك شغلات. ليش يا أبي؟ أنا شو حكيت؟ ولا صغير يعني؟ يا عيب شوم، هاي تربيتك يا عدنان؟ هيك أبوك الله يرحمه ربانا؟ يا رب أنت العارف بحال عبدك، وأنت الشافي والمعافي، شافي يا ورحمنا برحمتك يا رب. ابن عمي شو كان بده منك ديبو؟ كان جاي يبشرني اني صرت عضو من عضوات الحارة. ان شاء الله الف مبروك. لك نحن بيش وهن بيش. شو يا بي؟ شايف واحد اجا؟ ايش دراسي ان شاء الله 60 عمره بعد ايجي بالناقص، اللي بيجي اهلا وسهلا واللي ما بيجي حتى 60 سلامة. والله ما بعرف يا بي شو. قوموا شوف مين. قوموا لو عارفانين ما حدا رح يجي ما كنا كترنا كل الأكل حرام، هذا كله بينكب. شو هاد؟ ينكب؟ ليش ينكب سيد راسي؟ ليش ينكب؟ الله وكيلك الله وكيلك، اكتب لي اياهم لا اجي لك اياهم جني. الله وكيلك. تفضل شيخي. أهلا. السلام عليكم. أهلا بالشيخ. أهلا أهلا أهلا. السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا. السلام عليكم. ما تاخذونا سيد راسي. أهلا عمي أهلا. مشغول. تفضلوا. إذا زفري الله وكيلك. تفضلوا تفضلوا يا أهلا وسهلا. أهلا بسيدنا صغير. تفضلوا. الله يسعدنا مساك. الله يخليك. يسعدني مسا الشوارب الحلوة. شو وين الكبارية؟ والله ما حدا فاضي، بدك تعذرني يا أبو صفوان. شو بدك؟ هدي بخانو زكاتك
بدي تسقيني دمعه مي. ايه تكرم عينك، بس ديري بالك ها بعد العشاء ما في تشربي مي، وانا الصبح لما بيجي بطالعك. مثل ما بدك. والله يكون بعونك اجي ولاقيكي عاملتيها غير كوي ما بكويكي. خلص دخيلك والله لا، خلص مثل ما بدك. وهي شفنا له محل بسوق الصوف واستكرينا له اياه، وراح اعطيه دفعه لحتى يشتري له شويه صوف وقطن ويبدا لحاله. بس بقى بدي هو يفتح عيونه، مو مقضي لي اياها نوم وسهر وميدان خيل. لك الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا يا حق. والله يا ابن الحلال خيره ما في منه، بس ما بعرف ليش انت بتضل ظالمه. ان شاء الله اكون انا غلطان، شو بزعل؟ ايه لقوم شوف مين. مين؟ انا ام شاهر، افتحي ام خيره. ابو خيره فوت على الاوضه، جاي لعنا حريم. ام شاهر العياش؟ وشو بدها؟ ومن ايمتى في زيارات بينه وبين بيت العياش؟ لك هلا من وقتها، فوت على الاوضه، مو حلوه الحرمه واقفه على الباب. الله يسلمك بيه. الله يسلمك. أهلين فهمية. أهلين وسهلا، كيفك يا مشاهير؟ الله يحميكي ويحرسك. كيفك فهمية؟ يا أهلين تفضلوا تفضلوا. تقبل قلبي هتطلي ما أحلاه. أهلا وسهلا، تفضلوا على المضافة. يلا نور البيت والله بأهله. يا ميد اهلين وسهلين، تفضلوا على السطر، صدورة للبدورة. يخلي لي اياكي تعبري قلبي. تسلمي. والله انت صاحبة ملأ واجب يا ام خير. الله يخليكي. هيك ها خلينا نشوفكم. والله انتوا بالقلب يا ام خيره، بس الله يلعن الشيطان. ايه والله الله يلعن الشيطان. شو وينها سعاد، وين راحت؟ راحت تغليلكم قهوة. سميحة يا سميحة، يلا خلصيني. ليني هاي هو اجيت. شو وين وضاه؟ قال ما بده يروح. شلون ما بده يروح يعني؟ ما انا المشوار كله عامله مشان يفرفح عن قلبه. وضاه؟ ايه يا بي. يلا يا بي مشان تروح معنا يلا. لا يا بي روحوا انتوا، انا بضل هون بدير بالي على البيت والحاصل. لا يا بي ما تكلم، ديبو رح ينام بالمضافه، وبالنسبه للحاصل انا وصيت دعاس والشباب يديروا بالهم عليه. بقى يلا البيس وتع معنا، الله يرضى عليك. طيب يا بي روحوا انتوا وانا بلحقكم على الفرس. لا تعوق رضاي عليك. ها خلص يا بي ما بتاخر. سميحه ملي السك يا بي. حاضر يا بي. مخيرو يا مخيرو. ايه ابن عمي. بدك شي من السوق؟ انا رايح. جبنا معك شويه لحمه خرش الكبه. ماشي. شو بدها مشاهير؟ هذا مشاهير جاي تخطب سعاد لشاهير. شو؟ مين قال انه عنا بنات لجواز؟ ما بدي وطي صوتي. فوتي لي لكلمتين ورطرطها هون، ما عنا بنات لجواز والله يا عم. خليك يا رجال بس ايدك استغنى بهالفضايح. روح روح الله معك. مين؟ انا مصطفى. وشو بدها الاخرى؟ شو بعرف؟ روح قلعها هيك كمان. أنا فايت على غرفتي لبين ما افتحي لها الباب. مرحبا. أهلين أهلين وسهلين أم صفوان. أهلين أم خيرو. كيفك شلونك؟ أهلين الحمد لله. تفضلوا أهلين أهلين. شلونك علي؟ منيحة. شلونك؟ وشلون أم خيرو؟ الحمد لله هو بخير وأنا بخير. يبعت لي حمى. ما لقصة غيركم، بتموت على سيرتكم. مالك علي يمين، مالك علي يمين، صار لي يومين عم تنق علي بدها تجي لعندكم. يا ميت اهلين وسهلين، تفضلوا على المضافة، مشاهر عنا هي وبنتها. هي كمان مشاهر هون، ايه الحمد لله، يلا منكسب شوفتها، اشتقنا لها صار لنا زمان ما شفناها. تفضلوا تفضلوا. اهلين مشاهر. اهلين ام صفوان. والله اشتقت لي. اشتقت لك العافية وأنا كمان. أهلين خالي. أهلين فهمية. تفضلي. الله يزيد فضلك. كيفك سعاد؟ منيحة خالي. يو ليش زعلانة؟ لا مالي زعلانة.
عيونك مغرغرة. ما فيها شيء، كانت عم تقشر بصل مشان هيك عيونها مدمعة. يلا بالإذن. قاعدين امشي هلا، لسه ما شربنا الشاي. تقعد عندك العافية، شايتكم مشروبة. كفيتوا ووفيتوا ويكتر خيركم. تعي لعنا مشاهي. إن شاء الله إن شاء الله. مشاهر والله ما شبعنا منكم. حبيبتي تسلمي. تسلمي خالي. شو الله معكم. يا ترى؟ هي أكيد جايبة بنتها تتحشب مناخير مخيره. شو ما في يا مطاح؟ ما في شي تقبر، بس كنت متمنية تكون رويدة معنا بهالمشوار. يلا بسيطة، كله اسمه نصيب. بكرة إن شاء الله بس نرجع بتشوفي له شي بنت حلال وبتطلبي له إياها، ومشي كلنا سوا ومنقضينا كم يوم. هاي يا أهلين. هاي اجا وضاح. اهلين يا ابي. اهلين. شلونك يا رب؟ وقديش معه ذهب هذا ابن جي؟ كثير. بقولوا بالحاره انه معه اكثر من 100 ذهب. اوف، ومنن له كل المصاري؟ منن له كل المصاري؟ لك هذا ابو نجي بأضعف ذهب. عنده دكاكين بسوق الحمدي ودكانتين بالحاره، وطالع كل شهر وبياخذ كراهه، ولكن ما بيصرف منهم برغوت، كحتوا على باب الله. معناتها نحن احق منه بهالمصاري. اي والله. إذا كان هيك لازم نعمل له خطة مرتبة ونجيب منه كل الذهبات وما نخلي له ولا ذهبي. شو عليه؟ أنت فصل ونحن منلبس. حضروا حالكم، أنا رايح حط علف للبقرات وراجع. رو ساعدة؟ لك شو تساعدني؟ بجوز الحج يكون هنيك من غير شي، هو كرهانك وماله طايقك ومفكر إنك ما عم تجي لهون بنوم، فخليك مقبور هون على قامتك أحسن لك لبين ما أروح وأرجع. تمر عقيد. السلام عليكم. عليكم السلام. اخ يا بابا، شو لساته بارك عم جعان؟ باري ما عم جعاني كثير، بس اللي عم جعاني ومقلمني انه مالي ظهر. شو قصدك؟ شلون يعني مالك ظهر؟ البني ادم يا ابو حجر بشد ظهره باهليته، بس اللي مثل حكايتي ماله لا عزوه ولا ظهر يحمي. لك شو هالحكي يا بشرى؟ نحن وين رحنا؟ انتو على العين والراس. عمي على العين والراس. منو هذا جاي نحنا؟ لك هذا شهر ابن عمي. يعني خوش بوش؟ لك شو خوش بوش؟ هذا ناويلي على الشر. لك شو هالحكي؟ لك تحسين يا واطي؟ ابن عمك؟ تعال سيدي ما اسلك ولا؟ طول بالك ابو ضاي! انت ما دخلك اخر هيك في حساب تصفي بيني وبينه. بس كم اخرت؟ تكون جريت على حالك. لك انا ابو حجر ولك؟ ايش اللي بيهوي؟ ايش اللي بيهوي بشواربك؟ هلا ماني فاضي لك حسابك بعدين. وقف لك واطي! عمي وضح، شهر ابن عمي لحاله بده يذبحني. انت يا وطي وضح الامور يا عمي وضح. هذا انتو؟ ايه هذا نحن. تحسين بحمايتي شاهير. امرك مختار. تحسين؟ شو في بينك وبين شاهير؟ الله وكيلك يا مختار، ما في شيء، نفس القصه القديمه. يلا روح بحال سبيله. اوعك عيني تلمحك بالحاره. امرك مختار. امرك. خلص خالي، الزلمة كفانا خير وشره. اي مختار، بس هذا وسخ سمعة العيلة. سمعة عيلتكم ما حدا بيطلع له يوسخها شاهين. شو جاي مشي؟ لا، تارك فرسي بين الشجرات. يا بي رضاي عليك، خود الفرس وجيب له خيله لشاهين. تأمر يا بي. يا خان سعدو، هلا مشاهر جاي بفهمية لعندكم مشان تشوفوها وتخطبوها لخير وما؟ ايه العمى. ايه والله عيب. مو عيب سعدو؟ ايه بلا عيب.
سعادو بدي اسالك سؤال، مين احلى انا ولا فهميه؟ شبكي ليش ما عم بتردي؟ مين احلى؟ لك شو في؟ عم قلك مين احلى انا ولا فهميه؟ لا انت احلى، شو جاب لجاب؟ تسلمي حبيبتي. يعني انتو بتكون تخطبوا له اياها؟ لمين؟ لك لخيره. لك مين جاب سيرة خيره؟ يسلموا هديات يا ديبة. هدياتك ام نصري. دخلك؟ شلون لقيتي لي ام تحسين؟ ما في احلى من هيك. يو هي اول مرة بسمع حدا بيقول على ام تحسين ما في احلى من هيك، مع انه مرة قارحة وسفيهة. ايه معك حق، بس لا تنسي انا ديبة كمان. بدي اسألك، ما بتسبك؟ ما بتتنكت بوشك؟ لا يو شو تسبني؟ بشل عيونها. يا لطيف غريبة. لا مو غريبة، لأني شلت لها لسانها وركبت لها غيره. يو تقبريني هي ما فهمتها. ركبت لها لسان نص نعل وما بتقلي غير ديبة خانو. لا لا هي ما بصدق ابنه ببنه. إذا مالك مصدقة امشي روح أنا وياكي زيارة لعندها وشوفيها قديش مؤدبة وهنية. والله بدي روح وشوف بعيني. بس دخلك بدي أسألك لساتها؟ ايه والله هالشغلة بس ما قدرت بطلها ياها، كل يوم بجي بلاقيها غرقانة، بقوم بغسل لها الشراشف وأواعيها وبطلع لها الطراحة بشمس لها ياها. والله ماني عرفاني شو بدي أعمل، بس إلا بطلها ياها هالعادة. كثير ابو محمد ما نفتح دكانته، يعني بنته لساتها تعبانه. والله على علمك انا عم بستناها كمان مشان بارك له. ليش بدك تبارك له يا سيدي؟ ليش ما ادري ابو محمد صار من عضوات الحاره؟ لا علي الحلال ما ادري ابو محمد صار من العضوات. لك ايه لك الرجال ما عليه حد يبنوه بيستاهل. ايه شو يا شباب كمان ما فتح ابو محمد اليوم؟ لا ازيدوا على ابو محمد صار من عضوات، شغلته تعلانه كثير. ولك الله يكون بالعون، بنته مرضانه صاير معها هوا اصفار وقاعد جنبها ليل نهار. شو هالحكي ابو صفوان؟ لا تقولها يا رجل. يا سيدي مثل ما عم قلكم. طيب شلون بين معك انه معها هوا اصفار؟ انا اول ما شفتها انا عرفت انه معها هوا اصفار، بس ما رضيت احكي لاني ماني متاكد. بس لما اجى الحكيم البدوي طلع فيها هيك قال هاي البنت معها هوا اصفار. يا لطيف الله يجيرنا. وهذا المرض بيعدي ما هيك ابو صفوان؟ بيعدي. لك هذا وابا وابا الله يجيرنا. يا لطيف يا لطيف الله يعينه على المصيبة. مشان هيك بدكم تديروا بالكم ما تعدوا معه مشان ما تنعدوا. ليش هو انعدى من بنته؟ لكان إذا بيقعد معها شوي بينعدى، كيف هو عايش معها ليل نهار؟ الله يسترنا، معناتها هذا ممكن يعدي الحارة كلها. هذا الوابا ممكن إنه يصيب كل الناس. وشو الحل بنظرك أصفها؟ شو حلتها؟ صعبة صعبة كتير. هلا البداوة لما واحد منهم بصير معه هوا أصفر شو بيعملوا فيه؟ بياخذوا له مكان بعيد 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 وبيصفوا له خيمه وما بيقربوا عليه، بيصيروا بيرموا له الاكل والشرب لعنده رمي. بعدين اذا اضطروا يقربوا عليه بيتلتموا وبيلفوا ايديهم بخروق وبيبلوها بمي، ولما يرجعوا من عنده بيحرقوها كلياتها ما بيخلوا منها شيء وبيتركوه قاعد هيك لحتى رب العالمين ياخذ امانته. يا رب يستر يا رب يا رب. دنيا الله يكون بعونك يا محمد، والله ما بيستاهل. حرام علي يتجوز واحدة غيرك يا رويدة. رح روح ساوي لكم أبدي إشاي، شو رأيك سميحة خانو؟ اي والله يا نبيها يسلم إيديك. اي على عين وضاح كل هالقد بتحبها. شو؟ عم قول كل هالقد بتحبها لرويدة. الله يستر عليها أختي، الله يستر عليها. راحت وصارت على عصمة زلمة تاني، كرمال الله لبقى تجيبي لي سيرتها بنوب. والله قلبي حاسستي انه هجوازة ما رح تتم. وشو عرفك انه ما رح تتم؟ ما بعرف بس يعني هيك قلبي حاسسني. العافية يا مو. اهلين يا مو. الله يعافيك. اهلين. شلونك فهمية؟ الحمد لله. ايه يا مو رحتي على بيت اب خيرو؟ يا مو قومي حطي اكل لاخوك. حاضر يا مو. ما جاوبتيني. عن شو يا مو؟ رحتي على بيت اب خيرو؟
ايه رحت، بس البنت ما عجبتني. ما عجبتك؟ كان طاير أعلك فيها، هلا صار ما عجبتك؟ قولي ما رضوا يعطونا يا مو. لا تقولي ما عجبتك، خجلوك امي. قلت لك ما تروحي، ما صار لو رحتي. وشوفي هاي يا مو، كل الناس بتروح بتخطب من عند بعضها البعض، بعدين بالنهاية تقبرني كلها اسمي ونصيب. بس وحياة عينك لأخطب لك أحلى منها وأكمل منك، بس يضرب قلبي عليها. يعني كانت هي وأمها طاير عقلهم من الفرح لما عرفوا إنه نحن رايحين نخطب من عنده. شو هالحكي؟ يعني البنت كان لها خاطر؟ أي والله يا أم، هيك أحسيت. وأمها ما صدقت. معناتها بس أبطمز اللي ما كان رضيان، ما هيك؟ يا عيب الشوم عليكم، لك بشرفكم مو خجلانين من حالكم؟ يا حيف على هيك رجال. إلو هو صاحب المشكلة، لما شافني على قد ما بعمه راح تخبى ورا الشجرة. لا تغلط أبو حجار، أنا أبشرار لا بهرب ولا بتخبى، بس شوفت عينك جرحي لساته تازة والشبرية وقعت من إيدي. تضرب منك إلو. الله لا يوفقكم لك، شو تتغسلوا فيهن؟ هاي كل صابونة مكلفتني مرهوط، بدكم تدفعوني 3 براغيث لحتى تتحمموا؟ يا بي والله ما عم نقدر نعمل ليه، طول الليل عم يحكنا جسمنا وشعرنا من الأمل، أعطينا بس صابونة واحدة بركة دم بيروح الأمل. يقصف أمرك على أمر الأمل، شو بدك يعني؟ صابونة واحدة ها، أنتي وأمك وأختك تتغسلوا فيها. يا بيه صرت ادور فيها طحين ولا سكر. الله لا يوفقك، ولك هذا سم للامل. روحي من خلتي انت واختك. صابونه وحده وما ترغوا كثير. يلا نشوف. وهلا شو صارت؟ ما تحسنت؟ يا على قامتي عليها، لا والله يا رجال ما تحسنت. يا لطيف، شو صار له البنت؟ يعني من يوم ما كتب كتابه ضحفت هيك خبط لزق. شو اكله؟ شو شرباني؟ والله يا رجال ما اكلت الا من الاكل اللي عم ناكل منه. بسيطه، انا بشوف عم ابو صفوان خليه يوصف له دواء يناسبها. لا يا رجال ما في داعي، انا عم بسقيها زهورات وبابونج وباذن الله بتتحسن عليهم. مثل ما بدك. صحيح ذكرت، المرت عم ابو صفوان زعلانه منها لانه ما قامت سلمت عليها. يو دخيلك وتزعل، بنت ما لا قدرانة توقف على حيلها، شلون بدها تنزل تسلم عليها؟ بعدين هي هيك كل عمرها فتانة وبتحب النق. هذا كلام صحيح. ما حكيت لك شو ورطت أخي أبو صفوان مع صهره وأتعرض عليه بنته مشان يخطبها لوضع؟ شفت؟ يبعت لداء السل على هالعملة. لا كلكم وصهرنا المحترمكم. مين أبو وضع؟ لك أنا أبو وضع، عملك صهرنا الجديد صفوان أفندي. شبه؟ قليل الأدب. لك أنا بحياتي ما هضمته، لأنه دائما شايف حاله متعجرف وما زالوا هيك. ليش لحتى تعطير ويدا؟ لك يا أم عبدو اللي صار بعدين، يعني أنا انحرشت من أخي وصهري والعقيد، وتاني شي الولد بيكون ابن عمه، يعني الناس بدها تجيب ملامتي إذا ما عطيته. بعدين أنتو كان عاجبكم. يا ريتك ما عطيته. يا ريتي ما عطيته؟ ليش حضرتك ما كنتي موافقة فرحانة ليلة اللي كتبنا الكتاب؟ مبلا وبالعلامة. وقت فتت قلت لكم كلاونا كاسة شاي، قلت لك انه اخي وصهري والعقيد جايين يخطبوا رويدا، وقتها ما بين عليك انه مالك خاطر. هلا شو بده يفيد الحكي يا رجال؟ يلي صار. شو قصدك معبدو؟ ام صفوان لعبت فينا كلياتنا يا رجال، مو بس بجوزة. شلون بقى؟ يا سيدي اختك ام وضاح كان إلى خاطر تخطب رويدا لابنها وضاح، ويوم كتب الكتاب اجت لعنا العصريات وقالت لي يا بي ليش حاطط هي على وشك؟ يا بي قرفان مني شي؟ لا يا بي ليك عم تحكي؟ أنا أعرف منك يلي كاتبه الله بده يصير.
العنين يعني صبحية لعبت فينا على كيفها. اي والله يا رجال اي والله. بس انا باي وش بدي اقابل ابو وضح واساله؟ لا لا لا، هي مو وارده منوب ستي، هذا نصيبها، شو بدنا نساوي؟ هلا يا ترى رويدة بتكون نايمه ولا فايقه؟ اصبحنا واصبح الملك لله. شو يا بي شايفك سهران لهلا؟ اي والله يا بي ما اجاني نوم، يمكن تغيرت علي النوم شوي. ما بيصير هيك يا بي، الله يرضى عليك بتتوضى وبتصلي لك ركعتين وبتتعوذ من الشيطان الرجيم وبعدين بتنام. وضح، انا وابنوري رح نصلي الصبح بجامع الضيعه، تروح معنا يا بي؟ اي يا بي بروح معكم. لكان قوم الله يرضى عليك توضى وخلينا نتيسر. يلا أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. رواق معلم وضاح. مروق. كل مشكلة وإلها حل، صدقني ما في شي بهالدنيا مستاهل الزعل. ايه يا ابن مار، ايه والله نبيها معها حق. بصارة. ها هي عصرية البصارة، شو رأيك معلم وضح ناديلا وخليها تشوف لك سعدك وحظك؟ حظي. ايه نبيها ناديلا ناديلا. عصرية دعي لهون شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اعدي وشوفي لي بخت المعلم وضح. ايه مو على عيني. حط ايدك فوق الفال واضمر يا اخوي. دمرت يا اخوي؟ دمرت. قلبك كبير وابيض مثل الثلج، وبداخل هالبياض في مزيونة ما تقول عنها إلا القمر بليل التمامة. ايه يا ولداء، هالمزيونة مربوطة بخيط، وهالخيط يشد هالمزيونة، بس هي ما تريد تروح معه. المزيونة متمسكة بهالثلج، هالخيط من كثر الشد لا بد إنه ينقطع. يعني بينقطع ولا لا؟ بدنا الله ينقطع يا خي ينقطع. الله يبشرك بالخير. ايه كملي. رح تبقى هالمزيونة محبوسة بقلبك. وشو كمان ليش سكتتي؟ شو عصرية شفتي شي ماله منيح؟ آه يا خي، هالقلب الأبيض قدامه طريق طويل طويل يدوب فيه المر والعذاب، بس هالقلبين لابد انه يدكوا. ايه وشو كمان؟ كافي يا اخوي كافي. عصرية كملي. يكفي يا خية. عصرية والله خوفتينا. لا تخافي يا خية، المكتوب عجبين لازم تشوفه العين، وان شاء الله ما يصير الا كل خير. بس لي عندكم طلب يا ولادة الكرام. تفضلي. يوم يلتقوا القلبين ودي منكم البشارة. ايه تكرم يا احلى بشاره، بس هي زلت اول البيت. تقبر قلبي هالسميحه شو حنوني، ما عم تترك اخوها ولا تكي. يعني لمين بدها تطلع حنوني؟ مو لامها اللي على قلبي عليه.
لا عم ياكل ولا عم يشرب مثل العالم والناس، لا ليل وليل ولا نهار ونهار. يعني هو معه حق يسعد، بس المفروض يومين ثلاثة وينساها. شو والله ما خلق غيرها. الولد بيحب بنت خاله يا أبو وضع. ودخلك إمتى شافها لحتى يحبها؟ يوه ابن عمي، ما هنن معلقين ببعض من وقت كانوا صغار. وهي بتحبه؟ هي أولي على قامتي، كانت رح تقتل حالها لما عرفت إنه انكتب كتابها على صفوان وعلى وضع. لا إذا هيك أكيد ما وحق، ربنا بيكرمه وبينسيها إن شاء الله. مين جاينا؟ وضح وضح، طلع هداك مو خالك أبو صفوان؟ العمى، العمى لحقنا لهون كمان. قوم قوم خلينا نشوف خالك. شوف لاني رايح ولاني جاي، شايفيني كتير مشتاق له. لا يا وضح، يضلوا خالك، بعدين بجوز ما كان بيعرف انه بدك تخطب رويدا. والله خالك عدنان مسكين. قلت لك ماني رايح. خليك هون يا ابني لا تتحرك. يا الله السلام عليكم. وعليكم والله ما بتقوم، والله ما بتقوم. شو واجبك؟ اهلين اخي، والله شغلت لي بالي. طارق مشوار من الشام لهون بهالشوب، ان شاء الله ما في شيء. مصيبه يا اختي، مصيبه وحلت علينا. قلت مالي غير صهري ابو وضاح احكي له القصه. خير ابو صفوان، صاير شيء بالحاره؟ الضابطيه اجوا بدهم ياخذوا صفوان على الاخذ عسكر. ايه اما تخبيت هالولد على السقيفه، قلت له الولد مو هون مسافر، كل ساعه بدقوا علينا بالدنيا. قلت مالي غير صهري وحبيبي ابو وضاح احكي له. طيب ما شفت ابو ادهم وحكيت له؟ شفته يا سيدي وقلت له. شو قال له؟ قال لي والله ما بيطلع بايدي يساوي شيء. بسيطه تنحل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الله يسمع منك. تفضل عدي. من ايد ما نعدم يا ديبو. تفضل عمي ابو صلاح. لك ربي يسلمون. شو بده يعني يروح معه على الحكومداريه ودبر الشغله من هنيك؟ قال برقدا بغض النظر عن ابنه ما بياخذوها العسكريه. ايش هو عليه اذا كان بيطلع بايدك؟ روح دبر له اياه، بعدين الولد وحيد ما لازم يروح على العسكريه. فشار، خليه ياخذوها العسكريه بركي بيتربى. زاثن من لما خطب بنته لابو عبده وعمل هذيك الشغله طلع من عينه هو وابوه. بعدين يا ابو صلاح، هذا اسمه جهاد وهذا تهرب من الجهاد، لانه جهاد فرض وواجب. انو جهاد هاي حرب مالنا فيها لا ناقته ولا جمل. يعني هذا مو جهاد في سبيل الله يا ابو ادهم. انا ما دخلني، قلت له ما بيطلع بايدي يساوي شيء. ايوه وبعدين؟ ولا قبلين الزلمه حمل درب طريقه ولحق ابو وضاح على المزرعه. لهنيك لحقوه. لهنيك لك الزلمه بده يغير جو، بده يقعد له يومين ثلاثه بالمزرعه هو وعيلته، بتلحقوا المشاكل الحاره كلها لهنيك. يحكك حريش الشرعي. يا مو شلون صار ابو حدو معك؟ والله يا مو ابو حدو ما في منه. ايه والله ما في منه. بعدين يا بنتي الحياه بدها مسايره، والرجال شو بده من الحرمه غير انها تمشي مثل ما بده وما تخرج عن طول وتعمل له لقمه طيبه وتحاكيه كلمتين حلوه. بس هيك يا مو؟ ايه بس هيك يا مو. شو لك يا؟ يعني ما بده اياها تجيب له اولاد؟ انت على لسان اللي الك الواه الواه بسبع شطله. ايه شو حكينا يا مو؟ يعني اذا ما بتجيب له اولاد بده يتجوز عليها مو هيك؟ لا ومرتب الاوضه لاخوكم يا مو. نعم يا مو. شو صار بالمشوار يلي كان بعتنا عليه شهر يوم اجا ابو حده ورجع لي على بيتي؟ يا مو هلا ماني فاضي، نحكي بعدين. ضبي لي لسانك ضبي. حاضر. فهمية؟ شو؟ سك. يو شو هذا؟ حلق ذهب هدية مني ومن اخوك ابو حده. عن جد؟ ايه عن جد، لكن عن مزح. شو سبب الهدية بقى؟ ولا شيء، بس حكيت له عن الفصل الناقص يلي عملتيه فيني لما كنت عندكم. شلون اخذتي مني الحلق شلون رجعتي لي اياهم؟ قام قال لي لازم نجيب له حلق مثل حكايته نهديها. يسلموا ايديكي وايدين اخي ابو حده يا رب. لك الله يسلمك ويفرحني فيكي ان شاء الله. فهميه، مين هن هدول العيله اللي بده يخطب شاهر من عنده؟ لا تذكريني مشان الله. بيت ابو خيره. سعاد بنت ابو خيره؟ سعاد ما غيره. ايه ورحتوا؟ رحنا
ولك ايه فهمي احكي لي بقى لك احكي شو بدي احكي لك لا احكي لك قلعونا شو مثل ما عم اقول لك قلعنا ابو خيره يبعت لي حمى شلون عمل هيك احكي السلام عليكم السلام السلام ابو خيره وين معلم شاهير ما كملت الشاي تبعك عندي شغل يا زلمه السلام عليكم مع السلامه معوضين معلم شاهير الله معك بالعاده انت بتطلع من القهوه اذا شفت شاهير قاعد هالمرة هو طلع لما شافك فايت شو عدم بداية ترى؟ هذا مطموز مني أفلي شو صاير بياتكم هون؟ صاير شي جديد؟ ايه شو صاير؟ الحكي بسرك قفشت وقفشت حياته كلها وشلون قفشته؟ هذا يا سيدي باعت أمه بكل عين قوية إلا تخطب بنت من بناتي شاهر؟ ايه والله كتير منيح هيك بتصفى القلوب وبصير بيناتكم مصاهرة وصيرة رحم لك شو عم تحكي يا أبو زهدي؟ بعد كل اللي عملوه فيني بدك ياني صاهرون ما فشلوا يا ابو خير وهي مالك حق فيها منوب رح ازعل منك شلون بدك ياني صاهرون بعد كل اللي عملوه فيني يا ابو زهدي لك يا ابو خير الجماعه مدوا ايدهم للصلح اكثر من مره وانت لسعتوا قلبك معبى منهم وصدقني ومالك يمين علي لو انهم معتدين عليك او مآزينك ما كنت قلت لهم مرحبا الجماعه ما بدهم يبيعوا البيت وانت بتعرفهم ما بيحبوا يبيعوا شيء من املاكهم وهذا حقهم أخي بالنسبة لي الشغلة شغلة مبدأ طيب شو مبدأ ما مبدأ؟ الدنيا فانية وما حدا بياخد معه شيء هلأ رح تشيلنا من سيرتهم ولا امشي؟ لا لا جبنا شاي تيسير على رأسي معلين يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين بأم وضاح أهلين فيكي تقبريني شو قصتنا أم وضاح؟ مو على بنات تعدولكم كم يوم بالمزرعة شايفة ما طولتوا والله يا مرتخي إجا لعنا أخي أبو صفوان قال صفوان بدهم ياخدوه على العسكرية وبده من أبو الضاح يدبره وما يخليه يروح يو لهلأ لحتى عرفوا قيمتكم والله أنا ما بلومه لأنه هالكرنيبة مشيته مثل ما بده يو وهو شلون بيقبل على حاله أنه حرمة مشي على كيفه مرتخي هلأ قيميني من سيرتهم طمنيني شلون رويدا إن شاء الله صارت أحسن يا على قامتي عليها يا أم الضاح من يوم ما صارت هالخطبة وهي عم تنقل وتنسم يبعت لي حمى إن شاء الله قومي قومي خليني شق عليها قلبي عم يغلي عليها مثل النار قومي تقبريني كازي بحبك كازي مرة بحبك أنا شو مالك؟ للأمن هون؟ شو عم تسوي؟ الله لا يوفقك يا بنت الكلب ضيعتيني وشردتيني وحرمتيني من شوفة أمي وأبي وإخواتي وأهل ضيعتي ولي على قامتي ليش عم تبكي؟ دلال صار لشي؟ ما صار لشي يا حرمي ما صار لشي لكن ليش عم تبكي؟ أكيد دلال صار لها شي وما بدك تقلي لك وحدي الله يا حرمي عم قلك ما فيها شي لا إله إلا الله دلال يا مو دلال شبك يا مو تقبري قلبي إن شاء الله يا مو موجوعة يا مو يا مو بطني راسي عم يجعوني إن شاء الله الوجع لقلبي ولا بطني ولا راسي يا مو بس يا حرمي بس بقى هذا أمر الله بدنا نقبل فيه حاجة تقولي لو يا ريت وينهم البنات ماني شايفهم ليكم بالأوضة إن شاء الله بنات مانن قدرانين يوقفوا على رجليهم من جوعهم خلاص إن شاء الله اليوم بروح بجيب لهم شي لياكلوا ولك يا رجال روح على هالدكانة وافتحها بلكي بتتسبب وأنا بضل عند دلال بدير بالي عليها قلت لكم ما حدا بيقرب عليها غيري ولا نسيتي يمين الطلاق؟ لا ما نسيت تفضل عمي بصفر تفضل إن شاء الله المختار ما بيرجع من السرايا إلا حل لك المشكلة الله يسمع منك يا ديبو والله يسمع منك يا شباب الحكم دار الولد وحيد لأهله وهن مبلغين الأخذ عسكر أنه الولد وحيد؟ والله ما بعرف
بس ما بظن، لانه اذا بدهم يبلغوا الاخ العسكر انه الولد وحيد لازم ياخذوا اثبات من عندي، وهذا الشيء ما بتذكر انه صار. والله ما بخفي عنك يا ابو الضاح، وضعنا مكركب شوي، وخاصة بعد ما اجى الحاكم عسكري جمال باشا. مثل ما بتعرف الحرب علقانة وعم ياخذوا على العسكر اول باول. وضعنا محرج يا ابو الضاح، محرج. بس نحن قاصدين الله وقاصدينكم سيدنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا راح اعمل اللي علي وان شاء الله بصير خير. الله يطولنا عمرك يا باشا، نحن قاصدينك وما قلنا غير الله وغيرك. وبعرف يعني وقت بدكم شيء سيدنا عدم المؤاخذة يعني بتقدروا عليه، ما حدا بيرد لكم طلب. هذا الحكي صحيح يا ابو الضاح، بس مو هلا. هذا الحكي كان قبل الحرب وقبل ما يجي جمال باشا على الشام. هذا زلمه ما عنده دقن مشطه يا ابو الضاح، ما بيرحم. هذا من اركان الدوله العليه. لك يا سيدنا نحن بنعمل اللي علينا والباقي بنتركه على الله، وهذا الشيء مثل ما قلت لك والله ما راح انسى لك يا بحياتي. تكرم يا ابو الضاح، انا راح اعمل اللي بقدر عليه وان شاء الله بصير خير. سيدنا من بعد اذنك يعني في خروفين انا قايمون على حسابكم. ما بدنا غير سلامتك يا ابو الضاح. ولو يا جناب الحكم دار، اصلا هدول عم يتربوا بالمزرعه على اسم جنابكم. مو مشكله، ابعث لي اياهم على المزرعه يا ابو الضاح. مشكور. لا شكر على واجب. وحلوان فكاك الصبي من العسكريه حاسبين حسابه. مشكور ابو الضاح. ولو واجبنا هذا. ايه سيدي بدك تسمح لنا، ما بيعطلكم اكيد مشاغلكم كثير. يلا سلام عليكم. كم السلام ابو الضاح، الله معك. يا رب يا رب تعمي عيونهم عن وحيدي. إلهي وأنت جاهل يا رب. يا مو. شو يا مو؟ شو صار مع أبي؟ أمي أبوك راح يجيب جوز عمتك من المزرعة مشان يروحوا عند الحكم دار، بركي بيطلع بإيده بيخلصك من العسكرية. ما ضل غير أبو الضاح يخلصنا من العسكرية. شو عم تقول يا مو؟ يا مو عم بقول جوز عمتي ما راح يساعدني ويخلصني من العسكرية. شو نسيتي؟ لا ما نسي، بس والله إذا ما بيفكك من العسكرية لبهدلها لعمتك وقلل قيمتها. يا مو انتو ليش ما بتخون صفوان يروح على العسكرية؟ اي والله لبس العسكر حلو، ان شاء الله بيقور قلبي. اي والله والله ما يلبس البدلة العسكرية ليطلع مثل عساكر الكراكون ويصير يخوف كل الناس. عندي لا تمحي اسمك لحتى عمرك. لشو؟ العافية يا فخري. أهلين أهلين أبو جدعان. شوف أبو صفان مسكر مش فاتح غير العادي. والله يا أبو جدعان من وقت اللي جيتوا بكون صفان على أخذ العسكر سكر دكانته ما شفناه بالمرة. إيه خير إن شاء الله، يعطيك العافية. أهلين أهلين. شو وصل فخري؟ لك مشان صفوان أخذ العسكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عنده غيره هالولد، بدون ياخذوا له ياخذ عسكر. شايف هذا القصه؟ شايف. الله يجيرنا الله يجيرنا يا ابو فخري. اللي عم بيروح ما عم يرجع، واللي عم ياخذوا ابنه اخذ عسكر عم يعمل له عزاء قبل ما يروح. ايه ما هي الحرب قايمه وعم ياخذوا الشباب على ابو عماها، بس هذا بالاخير جهاد في سبيل الله. يعني اللي عم يموت عم يروح شهيد عند ربه. لك شهيد شو يا رجل؟ هذول عم بيقاتلوا مشان الدوله العليه مو مشان بلدنا. قلتك والله بيني وبينك انا خايف ياخذوا لي فخري كمان. ايه ابو فخري الله يرضى عليك لا تخليه يبين، وايمن سالك عنه قل له المسافر. ما شفت المسكين ابو ياسين شلون شحطوا له ابنه؟ ايه والله مسكين، لك صار له سنه ما حدا بيعرف اراضيه. لك ايه الرايح ليدفع بدل، تاري طالع فرمان مانعين البدل، وهذا وش الضيف. لك انا سمعت خبر ان شاء الله ما يكون مزبوط. أنا سمعت إنه هو استشهد وأهله مدريانين من القصة. الخبر مظبوط بس مو علي ياسين ولا أبو ياسين. لك عن مين؟ في واحد من الشباب استشهد رحمة الله عليه، استشهد بفلسطين، اسمه ياسين. إيه؟ الله يرحمه، الله يرحمه ويرحمنا جميعا ويجيرنا يا رب. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلي أصغر يطمني أم حاول أشعيلي. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ديبو مر مختار.
يرضى عليك بتاخذ طنبور وبتنط على المزرعه اللي عند ابو نوري وبتقول له ينقي لك اسمن خروفين، بتحملهم بالطنبور وبتاخذهم على مزرعه الحكم دار، وبتقول له للوكيل هدول اشتراهم الحكم دار من المختار ابو وضاح. تمر معلم. شو صهري؟ بعته خروفين للحكم دار؟ الله يهديك، الله يهديك يا ابو صفوان. شو انا رايح بيعه خواريف؟ هيك سمعتك عم تقله لديبو. لك لا، هدول هدية مني للحكم دار مشان موضوع صفوان. ليك صهري، هدول على حسابي. ها انت ارتاح من الخواريف، شله للحكم دار حلوان مرتب وما عليك من الباقي. صهري يعني مش الحال صفوان ما عاد يروح على عسكرية؟ ان شاء الله ان شاء الله، وعدني الحكم دار يعمل كل جهده. مسيك أعطيه الورقة للكراكون، هي من الحكم دار مشان يأجل شغلة ابنك كم يوم. كم يوم؟ بس كم يوم صهري؟ طول بالك ولا تضوج يا أبو صفوان، خطوة خطوة عم قلك وعدني إلا ما يلاقي لها حل إن شاء الله. لك الله يجبر بخاطرك ويديمك فوق راسنا، والله بلاك ما بنسوى شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله.